صباح الخيرات على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم، واهلا بيكم في بدايه حلقه جديده من البرنامج، حلقه لن تخلو من المستجدات ومن الاخبار المهمه اللي عايزين نعرفها لحضراتكم، طبعا في سياق حلقتنا النهارده. صباح الفل عليكم. وصباح الفل عليك. بونجور. بونجور جدا. لا معلش، يعني احنا برنامج عالمي. ايوه صح. عابر للمحيطات. يبقى كده بونجور فعلا. صح. صباح الخير عليك. صباح الخير على كل حضراتكم طبعا. وحلقه نهايه الاسبوع، بس دايما بيكون معانا بدايه الاسبوع نهايه الاسبوع اخبار كتيره وكمان مهمه، وعندنا زي ما يتقال كواليس لبعض الاخبار، وطبعا ملف كره القدم تقريبا او تحديدا محليا. خلينا نناقش كل ده ان شاء الله على مدار الحلقه، لكن النهارده بقى كمان معانا فقرات مختلفه. كريم، خلينا ننوه في البدايه عن الفقره الاولى. الفقره الاولى هتنورنا فيها الاستاذه آلاء شراره، وهي فنانه ورسامه عاشقه للنادي الاهلي، وهنستعرض اكيد مع حضراتكم جانب كده من اعمالها الجميله. الفقره الثانيه هيكون منورنا كابتن احمد سلامه، مهاجم منتخب مصر السابق، وهنفتح برضو معاه مجموعه من الملفات المهمه جدا. لكن في البدايه تعالوا نتكلم في موضوع اعتقد ان هو كمان مهم جدا، اللي هو فتره الراحه السلبيه لكل انديه الدوري. الفتره اللي بعدها ان شاء الله هندخل في مرحله الاعداد والمباريات الوديه قبل انطلاق الموسم الجديد. عشان كده عايزين من دلوقتي نعرف، واحنا هو لسه في شهر اغسطس، يعني فاضل على نهايه السنه 4 شهور، ايه هي أجندة الموسم الجديد؟ احنا بنسأل سؤال بديهي جدا ومنطقي جدا لكل جماهير جمهور النادي الأهلي، جماهير كل الفرق المختلفة، واكيد قبل كل دول يعني في المقام الأول الأجهزة الفنية. المنطقي جدا هي لازم تكون عارفة من دلوقتي مواعيد بداية ونهاية الموسم، يعني هتبقى عاملة ازاي، لان كل واحد عايز يجهز نفسه. يعني عشان كده حتى عايز اقول لحضراتكم دلوقتي يعني ازاي الموسم ده هيكون هو كمان مضغوط جدا، لان في ارتباطات كتير للأندية وللمنتخبات. اولا احنا النهارده كام؟ النهارده 9 اغسطس سنه 2023. طبعا لا، انا بفكر مفاجآت يا ست الكل، انت فاهمه ايه وجاي لك في الكلام ده، انت هتندهشي. النهارده ايه؟ 9. حلو، ودينا انتهينا بالفعل من الموسم ده من حوالي اسبوع، بعد طبعا مباراه الاهلي والمصري، وكان عندنا ضغط هستيري كالعاده في مشاركات الانديه المصريه في المسابقات حتى القاريه المختلفه. يعني الثنائي الاهلي والزمالك شاركوا في دوري ابطال افريقيا، الاهلي طبعا كمل النهايه وفاز بدرع البطوله، والزمالك ودع المنافسات من دوري المجموعات. وفي البطوله الكونفدراليه شارك الثنائي بيراميدز وفيوتشر في هذه البطوله، بيراميدز كمل للدور ربع النهائي وفيوتشر ودع المنافسات من دوري المجموعات. طيب مشاركات الأندية المصرية يعني أجلت بطبيعة الحال مباريات كتير. إحنا ليه بنقول لحضراتكم الكلام ده؟ لأنه صعب جدا أن أنت تضغط على لعيبة أكتر من كده بمشاركات بشكل هستيري زي ما شفنا الموسم اللي فات والأبدي. لما الكلام ده بيكون معمول بدون تنظيم، يعني ده بيعود بالسلب على حالة اللعيبة البدنية والإجهاد الكبير اللي بيشتكوا منه واللي بيعاني منه على فكرة لعيبة الدوري المصري. صحيح. بشكل عام بيكون سببه الأساسي هو تتابع وتلاحم المباريات والبطولات. اتمنى ان الملف ده يتحل مع بدايه الموسم الجديد. بص، احنا بقالنا يعني من الموسم اللي فات واللي قبله واللي قبله بقالنا فتره طويله بنحاول ان احنا نعمل سيستم ونحسن من الاداء او من الجدول بتاع طبعا الدوري، لكن انت مضغوط كده كده بقالك فتره طويله، والثلاث سنوات الاخيره كمان يعني كانت مسابقه الدوري بتمتد معانا ل10 شهور. ده امر طبعا صعب جدا، وصعب ان اللاعب كمان يتحمله، مش احنا كجماهير، صعب جدا اللاعب نفسه يتحمله. واحنا لو احنا بصينا او جينا قارنا نفسنا شويه بالدوريات الاوروبيه، هتلاقي او حتى والله المنطقه العربيه، ده مش لازم بس اوروبا، هتلاقي اطول دوري ممكن يكون موجود بيقعد 7-8 شهور حاجه زي كده. يعني فشيء صعب اللي بيحصل، برده غير منطقي الى حد كبير. يعني احنا مش بنقول ان الموسم الحالي ده سيء، بالعكس اعتقد في امور ايجابيه كتيره جدا لو انت جيت اتكلمت كانت موجوده تحديدا هذا الموسم. اهمها خليني اسرد لحضراتكم بعض النقاط. اهمها انا من وجهه نظري حتى عوده الجمهور للملاعب بشكل أكتر وبشكل أكبر من أي وقت تاني، وده يرجع طبعا للتنظيم اللي كان أكثر من رائع من رابطة الأندية ومسؤولي شركة تذكرتي. والأهم من كل ده هو التزام الجماهير اللي بيعمل انعكاس طبيعي أن يبقى فيه ثقة أكتر في الجماهير، ويبقى فيه يعني فرصة أكتر أن الجماهير تكون متواجدة بأعداد يعني كافية خلينا نقول، أو مقبولة خلينا نقول بهذا الشكل. كمان خليني أقول من الإيجابيات اللي أنا شفتها كريم، وأنت لو تتفق معايا، المسابقة المصرية الموسم الحالي كان أفضل بعض الشيء من المواسم اللي فاتت، عشان كمان تشوف دوري اقوى وافضل تنظيم وغيره وغيره. فانت محتاج، لو انا بتكلم في قدام، اجنده تكون موضوعه، واجنده يعني الكره المصريه تكون واضحه للجميع من بدري زي ما انت اتكلمت في بدايه كلامك، لان فعلا ان احنا ندخل
موسم جديد، معانا مشاكل موسم قديم او مواسم قديمه طبعا. ولسه معانا التساؤلات في كيفيه الحل من غير ايجاد حلول، برده امر اعتقد غير مقبول مع صحيح. التطوير اللي بيحصل والحديث عن تطوير الكره المصريه كمنظومه كامله ومتكامله من جميع الانحاء، من التحكيم وغيره وملاعب وتغيير اسم الدوري نفسه وشركه الرعايه وغيره، كل ده لازم يليه انعكاسات طبعا تحديدا كمان على الجدول. صحيح، نامل خير ان شاء الله يا مسهل الحال. طبعا يعني اكدت رابطة الأندية إن الدوري إن شاء الله هيبتدي النسخة الجديدة منه أو الموسم الجديد منه كمان شهر، يعني لا في شهر سبتمبر أو أكتوبر، يعني كمان شهر أو تعالوا نقول أقل من شهرين. ففي شوية حاجات مطلوبة، مطلوب راحة إجبارية للعيبة لأن أكيد عملية الاستشفاء بتحتاج وقت عشان نقدر كمان نتجنب أي إصابات مبكرة مع بدايات الموسم الجديد. مطلوب كمان وضع استراتيجية جديدة لحضور عدد أكبر من الجماهير بعد طبعا ما نجحت التجربة إلى حد كبير الموسم اللي فات والموسم اللي قبله، فنبتدي بقى نشوف حضور جماهيري أكبر في المدرجات في كل الماتشات. كمان حاجة يعني مهمة جدا، لازم يبقى في تحديد لمواعيد ثابتة للأندية المصرية اللي هتشارك في البطولات الإفريقية والعربية المختلفة. مطلوب تحديد مواعيد ثابتة لفترات التوقف الدولي، وياريت نحاول نحط جدول طويل حبتين للدوري ومواعيد ثابتة، يعني مش كل شهر نحط على صفحة الرابطة والاتحاد مواعيد لأربع خمس جولات. صح، عايزين 10-15 جولة عشان كل نادي، وده منطقي جدا وبديهي جدا، كل نادي يبقى عارف ايه اللي ليه وايه اللي عليه، يبتدي يظبط نفسه هيلعب امتى هيلعب فين، كل دي حاجات الأجهزة الفنية محتاجة. على فكرة دي بديهيات قوي اللي احنا بنتكلم فيها. والله دي حقيقة، والله دي حقيقة، فاهم تفهم معاك. لا وانت محتاج كمان تعمل أجندة لفترة التوقف المنتخب، يعني ده على سبيل المثال مثلا احنا اتكلمنا برضو في نقاط كتيرة طبعا. محتاجين كمان الحديث عن فترة توقف منتخب مصر، لأن مهم جدا كمان ان احنا نطرح ده، ومهم جدا يبقى في أجندة مسبقة على هذا الموضوع طبعا. فدي نقطة أعتقد برضو في غاية الأهمية. وفكرة كمان ان انت عندك الموسم القادم فترات توقف طويلة، لو احنا كنا بصينا كده وكتيره للمنتخب، هيكون الاول هيلعب طبعا في تصفيات، عندك كاس العالم ماتشين هيكون في شهر نوفمبر جوله الاولى والثانيه، في الفتره حسب اخر يعني ارقام تم تحديدها من 13-21 نوفمبر، ده طبعا هيتطلب عندك توقف دولي في شهر نوفمبر كله بقى على الاقل كمان لو قلنا يعني. فانت فكره هنا ممكن انت نلعب جوله واحده بس من الدوري في بدايه كمان نوفمبر لنهايه نوفمبر، فعشان كده منتخب مصر مع فيتوريا لازم يكون مؤهل ان هو يحصد كمان اول 6 نقاط في تصفيات المونديال. ومش عايزين هنا ننسى ان المنافس بتاعنا هو منتخب بوركينا فاسو، يعني منتخب تقيل لينا برضو تاريخ كبير معاه، هو منافس مش سهل، منافس مش ضعيف، مش هيفرط خلينا نقول اكيد في تذكره التاهل بسهوله. فانت كمان على الصعيد الثاني منتخب مصر عنده توقف طويل في بدايه العام من منافسات كاس الامم الافريقيه في كوت ديفوار، فمطلوب معاه ان هو او احنا خلينا نقول اننا نحسم مواعيد جدول الدوري. بص بكله بنرجع تاني للملف الاساسي جدول طبعا. الدوري، يعني هل احنا ممكن هنا نطرح بعض الاسئله، هل هتتوقف المسابقه مثلا مع نهايه شهر ديسمبر ولا مع بدايه يناير، وهل مع انطلاق كاس الامم هتكون او هنكون لعبنا كام جوله في الدوري، خلينا نعدهم كده. فهي كلها امور مهمه جدا يا كريم، لو احنا مشينا بشكل منطقي وبشكل سليم هنقدر اننا نشوف موسم مميز ان شاء الله، يعني يكون موسم كمان تنافسي قوي، ده اللي احنا بنأمله على كل الاصعدة، نشوف معاه كمان نجاح خلينا نقول لمنتخبنا الاول، منتخب كمان الاولمبي اذا كنا راضيين عن الاداء هذا الموسم، لا نتمنى نشوف اداء كمان اكبر الموسم اللي فات ونعوض المشاكل اللي عندنا. لو احنا بنتكلم اصل واصل واصل دايما بنقول عندنا واصل ومش، نتمنى الموسم القادم يكون اصل المشاكل الموجوده لها فعلا حلول، ولو حتى بدايه خطه للحل. فمهم ان احنا نحافظ على النجاح، ومهم جدا ان احنا كمان لما نيجي نتكلم عن النادي الاهلي في المقام الاول نجاح الفريق عندنا نحافظ عليه باذن الله في الموسم القادم. يعني انت فكره انك بتتوج بكل الالقاب المحليه والقاريه واللعب كمان كاس العالم للانديه اللي هو العادي بتاعنا، خلينا نقولها وحط كام خط، فيعني كل التوفيق باذن الله لمنظومه الكره المصريه يعني، ونتمنى يكون في حلول لاي ازمات حاليا بتواجه الكره المصريه. لان لو كل اللي اتكلمنا فيه ده ما اتحلش، اعملي حسابك بقى على موسم كامل ان شاء الله هنرجع نعيد فيه نفس الكلام ونقول فيه نفس الشكاوى. لا امل بصراحه ان ده يحصل انا بتفق معاك جدا يعني. طيب برضو عايزين نعرف حضراتكم ان لسه استفتاء رابطه الانديه المحترفه مستمر حتى هذه اللحظه، وبالمناسبه امبارح الرابطه اعلنت عن اختيار افضل مدافع تاني في بطوله الدوري المصري الممتاز لموسم 2022. جاء محمد عبد المنعم مدافع النادي الاهلي ضمن الاختيارات مع محمود مرعي مدافع فيوتشر، وعمر فايد مدافع المقاولين العرب، واحمد
محمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا كليوباترا، وطبعا اكيد كلنا بنتمنى كل التوفيق للاعبنا محمد عبد المنعم. الواحد بقى بيفرح بجد والله لما كل شويه عمال يسمع عندنا طبعا. يعني نجم من الاهلي هو اللي بيفوز باي صحيح. جائزه او مسابقه بتقام سبب باستفتاء الجماهير او غيره، بس سعداء حتى هذه اللحظه ان انت بتتكلم عن محمد هاني، محمد الشناوي، عبد المنعم، كل دي اسماء طبعا. كبيره عندنا، ففخورين اكيد بكل اللي بيحصل. تعالوا بقى نروح للجنه المراه، واحنا اتكلمنا او تابعنا مع حضراتكم النشاطات المختلفه للجان المختلفه في النادي الاهلي. هنتكلم تحديدا عن لجنه المراه اللي نظمت برضو ندوه كانت محترمه جدا وكان موجود فيها دكتور حسام وافي. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير ونرجع نكمل. والله من اسعد ايام حياتي فعلا يعني، وزي ما وعدتكم دي اول مره بس مش اخر مره. انا هنتظم في النادي الاهلي لان الناس عندها وعي كبير جدا جدا، والاسئله تبين ان هم فاهمين كل حاجه، فانا ما الحاجات اللي زي الواحد ما يستخسرش فيها الوعي والعلم يعني. الوعي الطبي مهم جدا في بعض الامراض، مهم جدا 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 يعني، والعلم زي المظه غاليه جدا في ايدك، لا يصح الواحد ينزل بيها القبر، لازم يسيبها، وده اللي احنا بنعمله. النادي الاهلي ده انا فيه من سني 5 سنين، يعني بقى لي اكتر من 70 سنة في النادي الاهلي. ده نادي عريق ونادي جميل والانتماء له شرف. احنا اولا بنبتدي بالايفنت الاول، هو نوع ايه؟ هل هيبقى ندوه؟ هل هيبقى حاجه ترفيهيه؟ كل حاجه بيلاقي تقسيمتها، كل واحده فينا ليها تاسك بتاعها. حاجه الاسئله لما يكون بنسال الناس دايما، النهارده ما شفتي كده طب في حاجه تانية قبل الاسئله، هنحضر في كلام في الندوه هنتكلم فيه عام، هنتكلم في حاجه طبيه بلاد حضرات تانية. كمان المواعيد، هل دي مناسبه للاعضاء؟ انهي وقت؟ دايما شايفه الحر، فالنهارده احنا بدانا متاخرين، بناخد بالراعي ده طبعا، لان هتلاقينا بعد الساعه 7 الكاباسيتي بتاعت النادي تبقى ازيد بالراعي ده. بالراعي زي ما انت شفتي حاجه طلبت فنعملها حاجه هنا او هنا حاجه تانية زي ما انت. اهم حاجه نعمل الاقباليه اللي الناس طالبينها. طبعا احنا اول حاجه بنبص لرغبه الاعضاء وهم محتاجين ايه، فهم طبعا يعني دكتور حسام موافي، احنا عملنا الندوه دي اكتر من مره في اكتر من فرع بناء على رغبه الاعضاء. اتعملت في زايد واتعملت في مدينه نصر ولقت صدى كبير جدا بالنسبه للاعضاء، فطبعا اعضاء الجزيره مهمين جدا بالنسبه لنا فكررناها النهارده. وانا حاسه الحمد لله ان الندوه كانت مفيده جدا للاعضاء لان هم بيهتموا طبعا بصحتهم، كانت الكثافة للحضور عالية جدا، وهو طبعا الدكتور اتكلم عن السمنة واتكلم عن الضغط وعن السكر، والحمد لله يعني جاوب على أغلب الأسئلة اللي بتهم الأعضاء. الندوة مفيدة جدا جدا ونتمنى أنها تتكرر كل شهر يا ريت، لأن دكتور حسام وافي طبعا يعني قامة وقيمة بالنسبة لنا عالية جدا. استفدنا حاجات كتيرة جدا من الدكتور، أنا أصلا متابعاه من سنين فاتت يعني، هو ما شاء الله عليه ربنا يزيده علم يعني نحبه جدا. هي ما شاء الله كانت ندوة جميلة جدا وهادفة، والدكتور حسام ما شاء الله عليه يعني ربنا يزيده علم، بيوضح لنا حاجات كثيرة وبيفهمنا حاجات كثيرة جدا. أنا أول ما عرفت إن الدكتور حسام هنا النهاردة فجبت ولادي وجيت بقى عشان نتفرج يعني على الندوة، وما شاء الله استفدنا كثير جدا النهاردة، وكل مرة إن شاء الله هنبقى موجودين. أنا أول مرة أحضر ندوة في النادي الأهلي، بس متابعة دكتور حسام موافي على الفيس، معلوماتي طبعا استفدت منها كثير قوي النهاردة، وخصوصا عن السمنة وعن الضغط، وهو قال المرة الجاية هيتكلم عن السكر. طبعا لازم نرجع مرة تانية ونحيي كل القائمين على اللجان المختلفة في النادي الأهلي اللي بينظموا بجد فعاليات في منتهى الاحترام وفي منتهى الأهمية. دي ندوة مهمة جدا ومفيدة جدا لكل الناس اللي حضروها، يكفي انها بحضور يعني شخصية أيقونية في دنيا العلم ودنيا الطب، دكتور حسام موافي من الشخصيات المحترمة جدا جدا الحقيقة. طيب تعالوا بقى نروح لبطولة العالم للناشئين لكرة الطائرة المقامة في الأرجنتين. عايزين نعرفكم أن منتخب ناشئين الكرة الطائرة تحت سن 19 سنة حقق إنجاز جديد ووصل لدور الثمانية بعد ما فاز على كولومبيا بنتيجة 3-1 في دور الـ16. منتخبنا كان سبق وفاز على الأرجنتين بنتيجة 3-1، وقبلها فاز على كوستاريكا 3-0 وعلى صربيا 3-1، وخسر ماتش واحد فقط خلال هذه البطولة كان أمام أمريكا. طبعا بنتمنى لهم يعني كل التوفيق إن شاء الله منتخب ناشئي الطائرة. نروح لمنتخب بقى سيدات الكروكيه تحديدا،
وبص انت عمال تسمع عن منتخبات مختلفة وفكرة هنا كمان منتخبات للسيدات في رياضات مختلفة، يمكن مش كل الناس عندها دراية أو عندها المعلومة ان السيدات كمان داخلين في رياضة الكروكيه. لا انا بتكلم عن منتخب مصر للكروكيه سيدات اللي بيشارك في منافسات كاس العالم للسيدات في الجولف الكروكيه هنا بقى مقامة بإنجلترا، في هتكون من 7 ل 14 أغسطس. يعني هي دلوقتي زي ما احنا بنتكلم هي ابتدت تقريبا من يومين، بطولة طبعا مهمة جدا، وبتتكلم منتخب السيدات كمان اللي استعد ليه بشكل أكثر من رائع على مدار الفترة الماضية، ودي بطولة مهمة بالنسبة لنا لو حد سأل، لأن أنت بتتكلم أن مصر أصلا حاملة اللقب في النسخة الأخيرة اللي هي كانت في نيوزيلند كانت 2019 يعني، ومصر وقتها حصلت على المركز الثلاثة الأوائل. فيعني طبعا بالتوفيق، ومش بس رياضة حلوة والسيدات عاملين فيها باع كبير، لا كمان من الرياضات اللي احنا ناجحين فيها جدا عالميا، فبالتوفيق للمنتخب بتاعنا. جميل. طيب درجات الحرارة النهاردة في محافظات مصر المختلفة وصلت لكام يا حضرات؟ تعالوا نشوف ونتابع، اتفضل. طيب اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفة النهاردة هتطلعنا عليها زميلتنا العزيزة جدا مريم سميح. يا مريم بونجور، صباح الهنا. ايه ده غيرتي لون شعرك يا مريم؟ صح من بدري انا هوند، انت مش واخده بالك بس من بدري. اه بجد. اتفضلي يا مريم، اتفضلي. صباح عليك يا نواند، بصبح عليك يا كريم، بصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وجولة جديدة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، والحقيقة يعني دي جولة نهاية الأسبوع بالنسبة لعشر الصبح في الأهلي. خلينا نبدأ بقى بأخبار الفريق الأول لكرة القدم اللي مازال يعني بيستأنف أجازته السلبية اللي منحها مستر مارسيل كولر لمدة ما يقرب من 3 أسابيع، وهي يعني الأجازة الأطول ما بين كل الأجازات الفترة الماضية، بعد طبعا خوض الفريق عدد من المواجهات المحلية الإفريقية. والحقيقة يعني أن يمكن هتنتهي هذه الأجازة يوم 24 من أغسطس الجاري، وهيعودوا بقى مرة أخرى استعدادا للموسم الجديد، وهيدخلوا بعد كده في معسكر مغلق استعدادا أيضا لبقى كل منافسات الموسم الجديد. ويمكن هتبقى أولى هذه المنافسات هي طبعا يعني المواجهة المرتقبة أمام أمبي في سيمي فاينل كاس مصر، بعد تغلب طبعا النادي الأهلي على النادي المصري بنتيجة 2-1، ودي كانت آخر مواجهات النادي الأهلي. ده بالنسبة لطبعا أخبار الفريق الأول لكرة القدم. خلينا بقى ننتقل لقطاع الناشئين. الحقيقة يعني كابتن وليد سليمان في أول مهمة رسمية لي عقب توليه رئاسة قطاع الناشئين خلفا لكابتن خالد بيبو، الحقيقة يعني أنه هو أنهى كل الاستعدادات الخاصة بالمعسكر الجديد لفرق الشباب والناشئين استعدادا طبعا لمنافسات الموسم الجديد. والحقيقة أن المعسكر بيقام على ملاعب طبعا يعني الأكاديمية البحرية بالأسكندرية، كلية الأكاديمية البحرية بالأسكندرية، والحقيقة أن هو أنهى كافة الترتيبات والأمور الخاصة بهذا المعسكر. المعسكر بيقام في الفترة من 12 حتى 18 من شهر أغسطس الجاري، وبيشارك فيه فرق بقى مواليد 2005 2007 2008. الحقيقة يعني أن كابتن وليد سليمان أشاد بكل الجهود المبذولة من قبل كل القائمين على الأكاديمية البحرية، الحقيقة شاف مجهود كبير جدا بيبذل، الحقيقة يعني ان هو اشرف بنفسه على يعني مختلف المنشآت سواء بقى ملاعب الأكاديمية وايضا قاعات المحاضرات، حمامات السباحة، يمكن كمان صالات الجيم، ويمكن ايضا الأجهزة الاستشفائية اللي هيتم بيها التعامل طبعا مع الفرق المختلفة من قطاع الناشئين. واشاد بكل الجهود يعني اللي كانت موجودة في مختلف هذه المنشآت والحقيقة يعني مختلف هذه الأنشطة، وكمان عقد جلسات مختلفة مع كل القائمين على يعني او مسؤولي التغذية والإقامة الخاصة بالفرق المختلفة أو يعني المواليد المختلفة زي ما أنا قلت 2005 2007 2008، وكل التحضيرات الخاصة والمختلفة طبعا علشان يكون موسم بقى قوي وخير استعداد لموسم جديد إن شاء الله هيبدأ يعني خلال أيام قليلة. واستمرارا بقى يعني بأخبارنا مع قطاع الناشئين، الحقيقة أن مازال قطاع الناشئين بيطوف جميع المحافظات، والحقيقة أنه هو يعني بيطوف حاليا محافظة الدقهلية، يعني بعد بقى ما لف يعني زي ما احنا عارفين طبعا يا نهواند ويا كريم كان بدءا من محافظة القاهرة، وكمان يعني يمكن مرورا بمحافظة الإسكندرية، كمان الشرقية والسويس، وأخيرا المنوفية، بدأ بقى يعني الاختبارات في محافظة الدقهلية، والحقيقة اللي بتقام على ملاعب الأكاديمية بجامعة المنصورة يعني أكاديمية النادي الأهلي، ودي الملاعب اللي هتكون خاصة يعني اختبارات قطاع الناشئين في محافظة الدقهلية. الحقيقة أن بيع الاستمارات بدأ منذ أول أمس الاثنين،
وهيستمر او استمر يعني على مدار امس كمان الثلاثاء وهيستمر النهارده وحتى نفاد الكميه. بيتم بيع الاستمارات علشان بقى تبدا الاختبارات غدا وبعد غد الخميس والجمعه. خلينا اقول ان اختبارات الغد يعني هتقام او يعني هيكون بيشارك فيها الفرق من اول 2011 حتى 2018 ويوم الجمعه من اول 2007 وحتى 2010. خلينا بقى ننتقل ليعني جميع الاخبار المختلفه والمتعلقه بالفرق الرياضيه الاخرى. الحقيقه ان امبارح النادي الاهلي استقبل بعثه طبعا يعني منتخب اندونيسيا للكاراتيه. كان في استقبالهم دكتور مهند مجدي عضو مجلس اداره النادي الاهلي ودكتور مراد عاصم رئيس جهاز الكاراتيه. الحقيقه ده كان في فرع النادي الاهلي بمدينه نصر واقيمت مباراه وديه ما بين طبعا منتخب اندونيسيا وما بين فريق النادي الاهلي للكاراتيه. وكانت الحقيقه يعني مباراة قوية جدا. وكان كمان في استقبال يعني يمكن البعثة كان الدكتور السفير لطفي رؤوف ده سفير اندونيسيا في مصر طبعا. والحقيقه يعني دكتور عاصم رئيس الجهاز او عفوا دكتور مراد عاصم رئيس جهاز الكاراتيه يعني يمكن اتكلم كتير عن جهود النادي الاهلي وتحديدا جهاز الكاراتيه وقال ان هو يعني يمكن على مدار السنوات الماضيه استقبل عدد كبير جدا من يعني البعثات سواء المنتخبات او الانديه وده كان يعني بياتي في اطار الجهود المبذوله او كمان العلاقات اللي بتتم ما بين كل الدول المختلفة وما بين النادي الأهلي. والحقيقة يعني يمكن كمان بعثة منتخب اندونيسيا شكرت جدا في هذا الاستقبال واللي كان على رأسه أو بيتوليه طبعا دكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. الحقيقة ان هم استقبلوهم على أتم وجه وأتم طبعا التجهيزات زي ما احنا دايما متعودين من النادي الأهلي وده كان في فرع النادي الأهلي بمدينة نصر. ايضا بقى خلينا نروح ليمكن قطاع السباحه وبراعم الغطس. الحقيقه ان هم قدروا يحصلوا على بطوله الجمهوريه ده كان برضو مساء امس ويمكن هذه المنافسات اقيمت في حمام السباحه الخاص بفرع النادي الاهلي بمدينه نصر. والحقيقه يعني بياتي كمان ضمن هذه البطوله بطوله الجمهوريه اللي حصل عليها براعم الغطس يمكن كمان خدوا عدد كبير جدا من يعني يمكن الجوائز الفرديه على مستوى الفريق وكانت الحقيقه منافسات قوية جدا. خليني بقى يمكن يا نهواندو يا كريم يعني امبارح كان يوم هام جدا داخل مقر النادي الاهلي بالجزيرة. كان لا صوت يعلو فوق صوت الندوة الخاصة بالنجم الكبير طبعا والقدير الأستاذ محمد صبحي. أقيمت هنا ندوة طبعا يعني عقدتها لجنة المرأة بالتعاون مع اللجنة العليا للجان وتحت إشراف الإدارة التنفيذية للنادي الاهلي. ندوة الحقيقة حارس كل أعضاء يعني وجماهير النادي الاهلي اللي كانوا متواجدين داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره ان هم يكونوا متواجدين كمان يمكن قبل الندوه بما يقرب من 3 ساعات او 4 ساعات عشان يحجزوا مقاعدهم طبعا لان كان الحضور الحقيقه يعني مقتصر على عدد معين. كل يعني اللي كانوا موجودين كانوا عايزين يحضروا ولكن كانت ندوه في منتهى الاهميه جاءت طبعا تحت عنوان دور الفن في الارتقاء طبعا يعني بالترابط الأسري والارتقاء بالذوق العام. والحقيقة أن يعني خير من يمثل هذه الندوة وهذا العنوان هو طبعا النجم محمد صبحي اللي طبعا زي ما احنا عارفين يا نهواندو يا كريم يمكن أسرى كل جماهير المصرية والعربية وبيطلق عليه كمان فارس المسرح العربي بأعماله المختلفة سواء بقى على مستوى المسرح أو مستوى التلفزيون. يعني يمكن أعمال كتير جدا في المسرح كارمن لعبة الست وفي التلفزيون يوميات ونيس فارس بلا جواد. يعني يمكن لو هنفضل نتكلم هنحتاج يوم بحاله عشان نتكلم عن أعماله. الحقيقة ان هو اتكلم عن عدد كبير جدا من الأمور الفنية وكمان اتكلم عن دور المرأة في الدراما واتكلم بقى يمكن عن عدد كبير من المهرجانات كمان مؤخرا وكان ليه وجهة نظر ويمكن كمان كان يعني ليه بعض الدعابات كمان مع بعض الجماهير اللي كانوا حاضرين. وكان في عدد كبير جدا من الأسئلة تم توجيهها من قبل الحاضرين من أعضاء النادي الأهلي للنجم طبعا محمد صبحي. والحقيقة ان هو جاوب عليها بكل شفافية وكانت ندوة الحقيقة في منتهى النجاح وكمان يمكن أشاد بالدور الكبير اللي بيقام داخل النادي الأهلي. ويمكن طبعا زي ما احنا عارفين يعني وكل جماهير النادي الأهلي وكل جماهير كمان الوطن العربي عارفة ان النجم محمد صبحي بيبقى حريص جدا على المبادئ وده اللي اتكلم فيه طبعا على النادي الأهلي وعلى مستوى الرياضة. قال ان يمكن النادي الأهلي هو اكتر نادي بيحرص على يمكن يعني تطبيق هذه المبادئ بحذافيرها وهو الوحيد اللي ما بيخرجش طبعا
عن نطاق الرياضة المصرية وعن نطاق الأخلاقيات الرياضة المصرية، وده اللي هو أشاد بيه الحقيقة، وأشاد يمكن كمان بمجهودات كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وشايف قد إيه في تطوير داخل النادي طبعا، سواء على المستوى منشآت والمستوى الرياضي وجميع المستويات. والحقيقة كمان قال إن هو يعني أهلاوي صميم، ويمكن بقاله أكثر من 50 عام، يمكن ما جاش وزار النادي الأهلي يمكن من الستينيات أو من عام 63، يمكن يعني أكثر من 50 عام لم يزور النادي، ولكن الحقيقة أنه هو اتفاجئ بكل التطويرات اللي حصلت داخل النادي الأهلي. طبعا دي كانت كل الأخبار المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم، وأيضا أنشطة اللجان والفرق الرياضية الأخرى. بشكركم جدا، العودة لكم مرة أخرى. يعني هي آخر الأخبار أو المستجدات، ونشرة موجزة جدا فيها العديد من المعلومات. نشكرك جدا على هذه التغطية زميلتنا العزيزة مريم سميح. ومن كلامها عايزين شوية نقف عند قطاع الناشئين، والحديث طبعا عن تولي كابتن وليد سليمان مهام جديدة ومهام صعبة جدا بالمناسبة. قطاع الناشئين في أي نادي يعني في العالم بيكون هو الأساس، ويكون هو البيز زي ما احنا بنتكلم، ومش قصة بس يا كريم ان انا اجيب كوادر كويسة ومرنها وتبقى اولاد النادي. المشكلة الأصعب بعد لما بجيب الكوادر الكويسة وبمرنها وبتأكد من مستواهم ان انا اجد ليهم فرصة مع الفريق الأول، دي بتبقى برضه وصعبة. مش كل الأندية بتقدر تحقق ده. ويمكن لو جينا شوية اتكلمنا عن الدوريات الأوروبية، في أندية معروفة بتصعيدها واهتمامها بقاعدة الناشئين، ومن أفضلهم يمكن كان إحصائية الأخيرة كانت معمولة ودراسة، كان مانشستر يونايتد وتشيلسي كانوا من أفضل الأندية الأوروبية تصعيدا للناشئين واهتماما بهذا الملف، وخصوصا أنت بتتكلم دلوقتي التضارب الموجود بين رؤوس الأموال وتدخلها في كرة القدم، وفكرة هنا المواهب الموجودة اللي ممكن أبناء النادي يعتمدوا عليه. ففي تضارب شويه، لان في فكر وفكر عكسه. في انديه تقولك انا مش هعتمد على الدخل او الاستثمار قوي وادفع ملايين اليوروهات او الدولارات عشان اجيب لعيبه، انا هعتمد على قاعده الناشئين بتوعي. ودي على فكره او ده فكر رائع جدا، ويمكن النادي الاهلي متبني هذه الفكره بشكل كبير. قطاع الناشئين عندنا في شغل يعني على مدار تاريخ كبير بيتم الاهتمام بهذا الملف، ومؤخرا طبعا كابتن خالد بيبو كان عامل طفرة كبيرة في هذا الملف، ويمكن لبسنا ده وعرضنا لحضراتكم من خلال الكاميرا بتاعتنا وصورنا كمان للاختبارات وغيره. فلازم الواحد يبني. حتى أنا بشوف يا كريم قدام لو في نادي هيستثمر بشكل كبير لازم برضو يشتغل على اللونج تيرم بلان، وهي الاهتمام بقاعدة الناشئين علشان بعد كده يبقى عنده كوادر محلية يقدر يعتمد عليها. لا ملف كبير ومهم، بنتمنى كل التوفيق لكابتن وليد سليمان. والأحلى من كده كمان، ويمكن أنا وإنت قلنا الكلام ده من 3 شهور وقت لما كنا بنتكلم عن عودة كابتن بدر رجب من الإمارات ومنصبه الجديد في النادي الأهلي، قلنا دايما قاعدة الناشئين مهمة قوي إن يبقى فيه الأطفال دول عندهم قدوة بيبصولها. يعني أنا لما بجيب لاعب كان ليه باع كبير واسم كبير مع النادي الأهلي وبعدين بمسكه قطاع زي الناشئين، الطفل ده بيكون أو الناشئ ده بيكون باصص له مش بس إن هو مدرب، لا هو بيبص له كقدوة، فبيفرق بشكل كبير جدا. ممكن التعليم يبقى أسرع، ممكن الاسترشاد بكل الملحوظات اللي هو بيتكلم فيها يبقى أحسن، الالتزام يبقى بشكل أكبر. يعني ليها إيجابيات بشكل كبير جدا، مهم إن يبقى في قدوة في الملعب. فطبعا دي الجولة اللي احنا بنتفرج عليها ده في اسكندرية في معسكر الناشئين. عندك بقى كذا معسكر حاليا طبعا. بنشهده بالتوفيق، قطاع غاية الأهمية، ونتمنى الأفضل في هذا الملف طبعا للنادي الأهلي تحديدا. بصي خليكي واثقة 100% أن قطاع الناشئين عموما عبر الزمان ما يتخافش على القائمين عليه، لأن كلهم بيتم اختيارهم بعناية فائقة، مطلع نجوم طبعا. وبعدين يعني زي ما كان كابتن خالد بيبو الحقيقة عامل شغل ممتاز في هذا الإطار الفترة اللي تولى فيها هذا المنصب، لا نقدر نقول أن ما يتخافش أبدا بأي حال من الأحوال على قطاع الناشئين، طالما كمان تم اختيار أيقونة من أيقونات النادي الأهلي، حد زي كابتن وليد سليمان. كابتن وليد سليمان طول عمره الحقيقة حتى من وهو لاعب يعني من الناس اللي في حتة لوحدها، يعني تقديرا ومحبة من كل الجماهير، إمكانياته وقدراته تركيبته الشخصية وطريقة تعامله مع الآخرين. لا كابتن وليد سليمان حدوتة الحقيقة أهلوية جميلة جدا جدا جدا، وبطبيعة الحال إن شاء الله بس شوية وقت كده وأكيد كلنا هنلمس يعني تطوير أكتر كمان الفترة اللي جاية واهتمام أكبر كمان الفترة اللي جاية بهذا القطاع، لأن النادي الأهلي زي ما كنت بقول لحضراتكم وزي ما نهاوند قالت من شوية لا يقل بأي حال من الأحوال عن أكبر وأهم أندية العالم اهتماما بقطاع الناشئين. وإن شاء الله نشوف جمال ونشوف خير ونشوف بقى نجوم مستقبليين بيتم
تصنعهم حاليا إنجاز التعبير في خط الإنتاج الجديد اللي هو طبعا قطاع الناشئين. فكل التوفيق لكابتن وليد سليمان. عايزين بقى نروح لي برضو طالما بنتكلم على الأيقونات، المرة دي بقى أيقونة مصرية بشكل عام، هنتكلم شوية عن محمد صلاح، لأن طبعا الجدل حتى هذه اللحظة ما زال مستمر حول فكرة أن محمد صلاح هيروح الدوري السعودي. لا، ده مش هيروح الدوري السعودي. امبارح الحقيقة كان في رد حاسم من رامي عباس وهو وكيل أعمال محمد صلاح على أنباء انتقاله لنادي اتحاد جدة السعودي. ده طبعا بعد ما مجموعة تقارير صحفية سعودية قالت أن اتحاد جدة عرض على محمد صلاح الحصول على 180 مليون يورو لمدة موسمين. يعني طبعا برضو الارقام دي اكيد تخلي الناس كلها ايه تتساءل يا ترى هيبقى ايه رد فعله وايه رده. المهم بعدها بشويه في احدى الصفحات التابعه لليفربول على تويتر كتبت وقالت صلاح منفتح بنسبه 100% على الانتقال للمملكه العربيه السعوديه في المستقبل، لكنه يريد الانتظار ورؤيه المشروع قبل حسم قراره في العام المقبل، وانه ملتزم بعقده الحالي مع ليفربول والباب مغلق هذا الصيف. طبعا بكده يكون رامي عباس يعني كسر حاجز الصمت على كل الكلام اللي كان بيتردد مؤخرا، وبالمناسبه هو محمد صلاح في هذا الامر مع اي شخص اخر. طبعا صلاح مرتبط بعقده الحالي مع ليفربول والممتد حتى نهايه 2025، وطبعا بيستعد حاليا كمان لبدايه النسخه الجديده من الدوري الانجليزي الممتاز بعد ايام قليله من الان. يعني لما فتحنا الملف ده تقريبا وسمعنا بعض الإشاعات وبعض حتى المواقع الخبرية اتكلمت إلكترونيا، يعني كنت أنا وإنت بنعلق، حتى ضيوفنا كانوا كلهم نفس الرأي، في استبعاد كبير أن محمد صلاح ممكن ياخد الخطوة دي دلوقتي. طب أمر بديهي أعتقد بشكل كبير جدا. نيمار برضو لما طرحنا اسمه امبارح برضو أنا أستبعد نيمار بصراحة، نيمار برضو سنه صغير قدامه فرصة طويلة وسنوات طويلة أنه هو يقدر يحقق العديد من الأمور سواء في أوروبا أو في مناطق مختلفة، لكن مش حاليا في الدوري السعودي. ده يعني ده رأيي أو أنا حميل لهذا الرأي خلينا نقول. فحيبان على كل حال، بس هو الأرقام الضخمة دي، الأرقام الضخمة دي أنا لا، هو اللي صدمني الوحيد مبابي لما تتكلم عن 600 أو تقريبا ما يقرب من 700 مليون وفي موسم واحد، وفي موسم واحد يورو طبعا، وفي إيه موسم واحد. ايه الاراده دي؟ يعني ايه الاراده دي اللي تقولي لا العرض زي ده ازاي؟ هي صعبه، مش عارفه. بص يعني لا حسابات، بس طبعا ده من العروض اللي هي المفروض ما بتترفضش. ده خياليه، يعني ده من العروض الخياليه. وبعدين يعني فعلا عايزه اراده من حديد. وبعدين بصي اصل الموضوع ده هتلاقي ناس تقول لك ايه، ما هم مش ناقصين فلوس، فبالتالي مش هيسيل لعابهم قوي لاي عرض مهما بلغت درجه سخائه. وفي وجهه نظر معاكسه ان البحر يحب الزياده، فاهمة ازاي؟ يعني هتلاقي ناس ميالة كده وناس ميالة كده. بالنسبة بقى الملف العنصرية يا كريم، واللي بقالنا فترة كتيرة بنشهده مش في الملاعب عندنا، لا ده في الملاعب الأوروبية والإنجليزية للأسف الشديد، وشفنا وتابعنا مع حضراتكم أحداث زي دي كتيرة جدا. وبمناسبة العنصرية، رابطة الأندية أو عفوا رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أعلنت إيه بقى؟ أعلنت استمرار حملة مناهضة للعنصرية في الملاعب الإنجليزية، هيكون خلال الموسم الجديد من خلال حاجة عملوها أو ابتكروها يا كريم، هتكون الركوع على قدم واحدة قبل انطلاق المباريات، ودي هتكون حركة اختاروها لإظهار التزامهم المستمر بمكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز. هيركع اللاعبين في الجولتين الافتتاحية والنهائية من الدوري، بالإضافة كمان للمباريات المخصصة لعدم وجود مجال للعنصرية، هيكون في أكتوبر وإبريل، ودي المواعيد المحددة يعني حتى هذه اللحظة بشكل رسمي. وأكدت كمان رابطة الدوري الإنجليزي في البيان بتاعها، قالت سنواصل إظهار التضامن، ويجب على الأشخاص احترام الآخرين بغض النظر عن عرقهم أو يعني خلفياتهم. المفروض ملف يعني مهم وشائك في العالم كله، حتى في بعض الدول اللي بتدعي الحريات واحترام القانون والكلام اللي زي كده، بنشهد أنواع كبيرة وأشكال متعددة من العنصرية للأسف الشديد. لكن الميزة اللي هناك إن هناك لما بيبقى فيه فعل زي كده بيبقى فيه محاسبة قوية، يعني ما تقدرش تحكم الناس كلها، ولكن اللي بيحكم الموضوع القانون. لما حد بيرتكب حاجة زي كده، وإحنا شفناها كان قريب برضو في الملاعب الإنجليزية لما كان ضد لاعب يعني بعينه، فاللي حصل إن الأشخاص دول كانوا تقريبا 5 أشخاص، واتكلمنا عن الموضوع ده، تم طردهم من الاستاد ومحاسبتهم ومنعهم ان هم يحضروا كذا مباراه. فيعني لما بيبقى فيه قانون ويطبق انت بتقدر تقضي على الظاهره، لكن قصه ان انت تتحكم في اهواء الاشخاص او فكرهم او ثقافتهم او باك جراوند بتاعهم طبعا صعبه جدا. فعشان كده القانون هو بيكون الحاسم هنا. يعني
انا ملاحظ ان مع يعني كل ما الوقت بيمر كل ما الظاهره دي بتزيد بدل ما العكس هي هو شويه تختفي وبعدين تظهر تاني بشكل فجأة. بتظهر مؤخرا بقوه شديده جوه ملاعب وبره ملاعب اليوتيوب مثلا ووسائل التواصل الاجتماعي مليانه فيديوهات بتشر عنصريه سواء من مواطنين بينهم وبين بعض وبين رجال الشرطه في بعض الاحيان في دول معينه وبين اصحاب البشره السمراء وشفنا حوادث كتير وقضايا كتير حصلت الفتره الاخيره ده من الملفات التعيسه اللي لازم يعني تختفي من عالمنا لو عايزين نعيش كلنا في سلام ومحبه على كل الاحوال. تعالوا بقى نروح لملف مختلف حبتين. كنا بنتكلم معاكم اليومين اللي فاتوا على كاس العالم للسيدات والحقيقه في نسبه مشاهده يعني منقطعه النظير من جميع انحاء العالم للنسخه الحاليه من كاس العالم للسيدات. امبارح تأهل منتخب فرنسا لدور الثمانية بعد ما اتغلب على المنتخب المغربي بنتيجة 4-0. المنتخب الفرنسي أصلا كان تأهل لهذا الدور بعد ما احتل صدارة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، فيما تأهل المنتخب المغربي لهذا الدور للمرة الأولى في تاريخه بعد ما احتل المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط. من المقرر أن يواجه منتخب فرنسا نظيره الأسترالي في دور الثمانية يوم السبت اللي جاي إن شاء الله في مباراة كله بيتوقع أن هي هتكون يعني تقطيع بالمعنى الحرفي للكلمة. ملف بقى بطولة العالم للسيدات لكرة القدم، طبعا اتكلمنا وبقالنا فترة بنغطيه مع حضراتكم هذه البطولة الأولى من نوعها في فكرة الإقبال الجماهيري والاهتمام الإعلامي والصحفي في العالم كله على هذا الملف. أعتقد أمر يعني خلينا نقول أدهش ناس كتيرة جدا، حتى القائمين على هذه البطولة ما كانوش مصدقين كم يعني الجذب أو عامل الجذب يكون بهذا الشكل. يعني بتتكلم عن بطولة مقامة في أستراليا ونيوزيلند، بس حتى هذه اللحظة بتواصل تحقيق الأرقام القياسية، واتكلمنا عن ده قبل كده من ناحية عدد حضور سواء مهرجان الفيفا للمشجعين اللي هقول لحضراتكم إيه هو أصلا ده، وده بيقام مفروض على هامش البطولة تخطى بقى 500,000 مشجع، وده برضو رقم غير مسبوق. يعني أرقام خاصة بالمباريات اللي سبق وكلمت عنها مع حضراتكم، وبجانب بقى المهرجان اللي هو مهرجان فيفا للمشجعين. طب إيه بقى المهرجان ده؟ ده كريم عبارة عن فعاليات بتكون فنية وترفيهية بتكون مجانية، تشمل فقرات بقى عندك موسيقى، ترفيه، ثقافة وغيره، معارض كمان لأبرز الأطعمة وحاجات زي كده اللي هو الأكل اللوكل يعني. ويعني أنت هنا بتعمل إيه؟ بتعمل بطولة، بتقدم بجانب هذه البطولة متعة وأنشطة فنية وغيره وغيره، ومتعة كروية وغيره، وعندك بقى كان جماهير حاضرين من مختلف كمان الأعمار. فمهرجان فيفا بجد كان حدث رائع، واستضاف السنة دي مجموعة من أكبر كمان الأسماء في صناعة الموسيقى الأسترالية والنيوزيلندية، بجانب كمان مواهب كثيرة كانت موجودة، وده فكرة أعتقد كماركتينج ناجح جدا. أنت عندك بطولة والبطولة دي أوريدي ابتدت الناس تهتم بيها وإقبال شديد عليها غير مسبوق، بجانب ده أنت بتعمل مهرجان جاذب جدا كمان للناس، فأنت بتعلي من قيمة البطولة وفي نفس الوقت بتعمل ماركتينج حلوة قوي. ففكر أكثر من رائع بصراحة لو إحنا فكرنا نطبق حاجة زي كده هنا يعني. يا ريت. تعالوا بقى نروح لإيطاليا حضرات ونتكلم عن اثنين من أهم وأكبر النوادي الإيطالية، طبعا ميلان ونادي مونزا اللي كان بيترأسهم سيلفيو بيرلسكوني. طبعا هما الاثنين خاضوا النسخة الأولى من بطولة الكأس الخيرية اللي بتحمل اسمه اللي هو طبعا سيلفيو بيرلسكوني، وهدفها بطبيعة الحال تكريم وتخليد اسمه. بيرلسكوني طبعا كان رئيس وزراء ايطاليا الاسبق، واحد من اهم الشخصيات في ايطاليا، وكان من عشاق الفرقتين دول ميلان ومونزا، وكان رجل اعمال طبعا وسياسي مخضرم. مات يوم 12 من يونيو الماضي بسبب اللوكيميا. طبعا ترأس الناديين دول لفتره مش قصيره وعمل معاهم طفره، الحقيقه عمل طفره مع ميلان، توج معاه ب 29 لقب في ايطاليا واوروبا، ومع مونزا قاد الفريق لدوري الدرجه الاولى الايطالي المرة الأولى في تاريخ هذا النادي. المباراة الخيرية دي طبعا هدفها توجيه مقابل التذاكر والعائدات للأعمال الخيرية بشكل عام، خصوصا طبعا تيشيرتات اللعيبة اللي هيتم بيعها بما زاد علني لجمع الأموال اللي هتتخصص لإصلاح واحد من الملاعب الكبيرة في منطقة إيميليا رومانيا اللي كانت طبعا اجتاحتها فيضانات عارمة خلال شهر مايو الماضي. بص بقى احنا دلوقتي بنتكلم عن ايه؟ عن العنصرية. ايوه كويس. خد بقى الاوحش من ده، خير، احداث عنف تصل للقتل بين المشجعين، وده الخبر اللي معانا بعد كده، والخبر طبعا المحزن، خليني اطلق عليه هذا العنوان، خبر محزن جدا ان عندك خناقات بين مشجعين توصل للقتل.
بس للأسف خلينا نقول ده اللي فعلا حصل يعني بالمعنى الحرفي تحديدا في اليونان. مشجع يوناني اتقتل في ضواحي أثينا، ده كان خلال يعني خناقة بين المشجعين لفرق مختلفة. عشان كده الاتحاد الأوروبي لكرة القدم طبعا يويفا أجل المباراة اللي هتقام، هي مفروض كانت هتقام بالأمس في الدور التمهيدي الثالث لمسابقة دوري أبطال طبعا أوروبا. والشرطة بقى بعد ذلك قبضت على 69 شخص، والحادث ده حصل أصلا خارج الاستاد. الشاب اللي اتقتل ده عنده يا كريم 22 سنة، والخناقة كمان نتج عنها 6 مصابين، حالات خطرة جدا. يعني خلينا نقول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بيبحث مفروض حاليا مع الناديين إعادة بقى تحديد موعد المباراة بعد الانتهاء من التحقيقات والإجراءات القانونية وغيره. ممكن تكون المباريات هتبقى يوم 18 أو 19 أغسطس يعني، بس طبعا حدث كبير وعلى أثره تم إلغاء المباراة. لكن بيبقى برضو التساؤل، هو إيه اللي بيحصل؟ إيه العنف طبعا اللي موجود حاليا في العالم ده ما بين المشجعين؟ في الأول وفي الآخر يا جماعة دي كرة قدم، يعني هي معمولة مفروض للمتعة. مؤخرا أصبحت زي ما بتقال كده استثمارات وغيره، الناس ممكن تتدخل أو تشارك في هذه الرياضة أو هذا الملف كاستثمار، ولكن هي في الأول وفي الآخر استثمار أو غير استثمار، تجارة أو غير تجارة، هي للمتعة. حاجة صعبة. والولد عنده 22 سنة برضو، بغض النظر عن سنه، بس يعني إيه اللي ممكن يوصل؟ حتى لو أنت جيت شتمت الفريق اللي أنا بشجعه، يعني أنا ما قتلك، أنا بحس في حاجة مش مضبوطة بصراحة، صعب في استيعابها الأمور دي. يعني جدا يعني جداً فكرة جداً إيه يعني. كم الغل ده وإيه كم الاحتقان ده اللي بيكون موجود، فكرة إنهاء حياة إنسان أيا كانت الضغينة، فكرة صعبة جدا. يعني أنا مش عارف إزاي الناس بتقدر توصل لها الحقيقة. على كل أحوال برضو من الأمور اللي نتمنى إن هي تختفي من ملاعب كرة القدم العالمية إن شاء الله. تعالوا بقى نروح لعثمان ديمبلي لاعب برشلونة اللي تعرض لانتقادات كتير قوي الحقيقة من الجماهير بسبب قراره بالرحيل عن الفريق وانتقاله لباريس سان جيرمان. طبعا واضح جدا إن الجمهور يعني كان مرتبط بيه ارتباط شديد، لدرجة إن هم اعتبروا مسألة خروجه من النادي خيانة ليهم، هم شايفينها خيانة ومش أي حاجة تانية غير خيانة. تعالوا نشوف الفيديو جراف ده ونتعرف من خلاله على مسيرة هذا النجم الفرنسي مع برشلونة خلال 6 سنوات. تفضل. طيب هنختم الفقرة الخبرية الأولى بالفيديو جراف ده. هو مش فيديو جراف، هو بوبسات اتعملت في الشارع مع الناس. سألناهم سؤال، يمكن لو سألنا السؤال ده مثلا في أو 10 سنين فاتوا أو 15 سنة فاتوا كان الإجابة هتبقى واضحة، بس دلوقتي ممكن يبقى فعلا الإجابة مختلفة. لو أنت عندك الفرصة تلعب كرة قدم مع صحابك أو تلعب ماتش بلاي ستيشن معاهم، هتختار أني؟ أنا أعتقد على جيلنا أكيد كنا هنلعب كرة قدم عادي، لكن الجيل الحالي بتهيألي لو أنتوا حضراتكم كمان هتشوفوا الإجابات المختلفة حسب الأعمار، هتلاقي ده فعلا واضح من الإجابات، أكيد هيختاروا البلاي ستيشن. هنروح نتابع وكده فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. بصراحة بحب ألعب كرة القدم في البلاي ستيشن أكتر، بتبقى أسهل وأريح والتحكمات بتبقى أسهل بكتير جدا. والله هو الحقيقة الاثنين، بس هو أنا بفضل طبعا الرياضة، لأن طبعا الرياضة مهمة جدا طبعا، لكن البلاي ستيشن هو ترفيه أكتر من أنه رياضة، لكن هو الأساس أن هي تبقى رياضة فيها مشاركة ما بين الصحاب، وفيها برضه الرياضه كويسه افضل من البلاي ستيشن، بس هو البلاي ستيشن غرضه ترفيه اكتر. كره قدم بحب العب مع اصحابي، وبحب برضه بلاي ستيشن بس اصحابي اكتر. لا هو صراحه انا بحب العب كره مع اصحابي، عشان ببقى ساعتها مثلا بطلع الطاقه اللي جوايا. والله هو ساعات كده وساعات كده، يعني الواحد بيبقى ساعات برضه عايز ينزل ويلعب مع اصحابه ويشوف اصحابه ويلعب معاهم وكده، وساعات نحب نتجمع مثلا نقعد بقى في سايبر او مكان معين او عند حد صاحبنا مثلا ونقعد نلعب مع بعض. يعني والله اوقات كده واوقات كده، يعني في البلاي ستيشن الواحد بيبقى عارف اللعيبه، ماسك الناس كويس، بيعرف يلعب بكل اللعيبه وكده. في الملعب انت ما بتملكش الناس دي، بس الملعب بتبقى واقعيه اكتر، الحركه بالجسم بتعمل متعه اكبر يعني كشكل عام، بالذات ان انا بقف جون، فالقفزه بالنسبه لي دي بتبقى حلوه قوي يعني. انما لما بلعب بلاي ستيشن ببقى مالك اللعيبه اكتر،
ولكن بشكل عام بلاي ستيشن افضل لانها اسهل وابسط لينا كلنا، ندفع فلوس فكلنا نتجمع وتبقى الموضوع سهل. لا في الملعب لو حجز مع اصحابي بيبقى احسن، بيبقى الجو الطف يعني. لا بحب العب الكوره اكتر في الملاعب، بيبقى احسن بكتير وبطلع الطاقه وبنهزر وبنضحك. ما الفن يكون معجون بحب الرياضه بينتج عن ده اعمال فنيه جميله جدا. احنا النهارده منورانا في اولى فقراتنا الحواريه فنانه ورسامه موهوبه بتعبر عن محبتها ومشاعرها بالرسم، وتحديدا محبتها ومشاعرها تجاه النادي الاهلي. احنا النهارده منورانا الاستاذه والفنانه الاء شراره. يا صباح الفل عليك، اهلا بيك. اهلا بيك يا الاء، وكنا مبسوطين جدا انا وكريم لما عرفنا انك معانا، وعشان قالوا لنا قد ايه انت بتحبي النادي الاهلي كمان وبتعبري عن ده من خلال الشغل بتاعك، وكان ليكي مقابله كمان مع كابتن محمود الخطيب هتحكي لنا عن كواليسها وكل حاجه. بس خلينا في البدايه برضو نعرف الساده دلوقتي المشاهدين عنك اكتر، وامتى ابتديتي ترسمي، ودراستك اصلا ليها علاقه بالرسم ولا لا؟ انا اسمي الاء شراره، انا خريجه كليه اداب قسم فلسفه جامعه القاهره. بدات مشواري في الفن ده في 2017، اخر 2017، ومستمره فيه لحد الان. هي موهبه. انا ما اخدتش كورسات او اي حاجه، هي هوايه وموهبه بس. حاولت اعمل تغذيه بصريه كتير واطور فيها لحد ما كل خطوه يكون ليها تطوير مختلف. اكتشفتي وجود الموهبه دي متاخر نسبيا ولا اصل انت كان ممكن مثلا تختاري انك تدرسي فنون جميله او يعني تبقى هي كمان دراستك؟ هو انا من زمان بحب الفنون، بس طبعا التنسيق والجامعات وكده دي حاجه بتبقى مختلفه خالص. بس طبعا ما وقفتش يعني، بعد ما خلصت يعني بعد ما اتخرجت فورا ابتديت في حاجه انا بحبها او لفت انتباهي يعني. وعامله حاجات جميله طبعا، ده جانب بسيط من شغلك يعني، بس ما شاء الله عليكي حاجه حلوه يعني. ميرسي جدا، شكرا. طيب احكي لنا، انت ابتديتي 2017، بعد كده بقى ابتدى الموضوع يتطور معاكي ازاي؟ انا ابتديت 2017 بس انا كنت بقلد صور عاديه. بس جت بقى خطوه اللي هو لا لازم اعمل تصاميم خاصه بيا ولازم تكون حاجه ليا بقى اللاين بتاعي. فابتديت بقى احاول ابتكر شويه وادخل تصاميم جديده في الفن. وايه بقى اللي لو تحكي لنا، لان دي نفس كده دي تقريبا بالورق حاجه، هو كل الشغل اكتر. هو كل الشغل بالورق، هو الفن اسمه كويلينج بيبر ارت، هو عباره عن شرايح ورق بتتبرم وبتتشكل بالايد وبتتلزق. بس بتبقى عاملها مثلا محدده الرسمه نفسها بالظبط. بيبقى في تحديد للرسمه، في باترون ليها وببتدي بقى امشي عليه. بصي ممكن تحطي بقى تمسكي بس اللي هي بتاعت ايوه نفرتيتي ولو نعرف نجيب عليها كلوس يا جماعه يا ريت، عشان الناس برضو تبقى شايفاها بشكل واضح. بس جميله قوي الالوان اللي فيها جميله حقيقه. بصي بقى التفاصيل تبين مع الكلوس. لو هو انا الحمد لله كنت اول واحده عملت اللاين في العوني بالفن ده، يعني كان الشغل عملت نفرتيتي وتوت عنخ امون وكتير قوي الشغل المصري القديم. هاتيها ناحيه الشمال شويه. الاء لا الشمال عكس كده. ايوه عشان بس ايه الكاميرا ده بتجيبها بشكل مظبوط. لا يعني قصدي اقول لك لو يعني تطلعي ايدك كلها مش مشكله ناحية. مش مشكله. ايوه اشرحي لنا اتفضلي. هي عباره عن لفات ورق كلها وفي الوان معينه ما كانتش موجوده في مصر، فانا اضطريت اعملها على ايدي، اصبغها على ايدي بعد الشغل. يعني مثلا اللون الذهبي ده انا عاملاه كله على ايدي، يعني متلون ورقه ورقه، والمثلثات دي كلها حجم واحد. تمام. يعني بتتعمل بتتبرم وبتتعمل كلها حجم واحد عشان تدي تكنيك حلو في الشغل او شغل متساوي يعني نوعا ما ومريح للنظر. حلو قوي. لو الباك جراوند انت مختاراه لونه حلو مع الالوان اصلا حلوه جدا. هنميت. ده جاهز للتعليق بقى. بالظبط. بتبيعي الحاجات دي ولا ده بتحطها عندك في البيت؟ لا لا او بنزل بيها معارض بتتباع وفي حاجات. برافو. وعندك صفحه مثلا. بالظبط. برافو، عامله شغل هايل الاء. برافو عليك. طب انا كنت بقول من شويه الاء ان يعني فكره التعبير عن المشاعر بالرسم ممكن تبقى تعبير عن مشاعر، ممكن تبقى عارفه التعبير الدارج اللي هو بتاع الواحد يفش خلقه في حاجه. انت بتعمليها بقى بشكل عملي وفي صوره فن. بالظبط. فعلا الفنان ساعات ممكن حتى لو هو بيمر بدروبات نفسيه يعالج نفسه بالرسم. هو في طبعا علاج بالفن بكل انواعه، وفي علاج بالفن بالموسيقى بالرسم بكل انواع الفنون، في علاج بالفن دي حاجه منتشره يعني منتشره جامد وفي دراسات ليها كتير يعني. اوكي. فيعني هو بقى بس كل واحد بيختلف بقى في الطباع بتاعته، في حد بيحب الرسم، في حد بيحب النحت، في طب يعني خلينا فيك انت شخصيا وانت بتحبي الرسم. ايوه. انا رسمي مختلف شويه، هو بالورق.
فانا ببذل مجهود شويه عن يعني طبعا كل فنان ليه مجهوده وكل فنان ليه طاقته، بس انا بيبقى رسمي عباره عن رسم ورق مش رسم بالورقه والقلم. وكل حاجه بترسميها بتبقى مشروع محتمل انت شغاله عليه، ولا ممكن تبقي بتتعاملي مع اللي بترسميه ده على اعتبار ان هو متنفس؟ هو كده وكده، ساعات كده ساعات كده. يعني مش على طول، يعني مش على طول حاجه واحده. يعني في ساعات ببقى مثلا زهقانه او في ملل او في اقوم اشتغل في اي حاجه تفصلني شويه عن الدنيا بقى كلها. حكينا بقى عن مقابله كابتن محمود الخطيب واللي حصل والكواليس. انا كنت عامله تابلو الاهلي من السنه اللي فاتت، كنت خلصته في شهر 10 تقريبا، عشان كده هو 10 نجوم بس مش 11. بس انا كنت ده هاند ميد بقى، من يعني اخذ منك وقت طبعا. طبعا هو اخذ حوالي 3 شهور وشويه كده. هو ده اكبر عمل فني ليا من ساعه ما بدات شغلي، وهو يعتبر الشعار الاول والوحيد في مصر والعالم كله اللي معمول بالفن ده وبالحجم ده. فهو كان اكبر حجم. ممكن تروح تزودي النجمه يعني ان شاء الله في ال 12 هنزود النجمتين. يعني كان وعد ليهم ان شاء الله في ال 12 هنروح نزود النجمتين مع بعض. هيكفي بس يا كريم والله. هيكفي هيكفي. دي مشكله ان احنا كتير قوي فمش عارفين هنحط فين ولا فين بقى. قال لك ايه بقى كابتن بيبو؟ هو طبعا انا من شهر 10 بحاول اوصل للنادي لحد ما حصلت صدفه، يعني كل حاجه بوقتها، دي حاجه انا معتقداها. فروحت له النادي وكانت المقابله يعني جميله جدا وحاجه ما تتوصفش خالص. هو اصلا من الصوره شكله مبسوط فعلا، يعني مش هو بيجامل، هو واضح انه مبسوط فعلا. هو انبهر جدا بيه، ولما عرف مثلا التابلو بيحتوي على فوق ال 1800 شريحه ورق فكان منبهر جدا بيه، وان هو ده نوع فن جديد وغريب شويه، وان هو فعلا يعني اكبر حاجه انا عملتها في شغلي لحد دلوقتي، ويعتبر هو شعار نادي الاهلي الوحيد اللي بالفن لف الورق في مصر وفي العالم العربي بالحجم ده. موجود دلوقتي في النادي موجود في بتهيألي على ما اعتقد ان هو في غرفه الاداره بتاعه النادي الاهلي. يا سيدي حاجه جميله. طب انت مخططه لنفسك ايه؟ مفكره في المستقبل ازاي؟ بص هيك، هو انا الواحد بيحاول يشتغل، ويعني بيحاول يشتغل على قد ما يقدر وعشان يوصل لنتيجه هو نوعا ما راضي عنها. انت بتعملي حاجه تانية غير الفن؟ يعني هل ليكي مثلا وظيفه معينه؟ انا بشتغل بس ده حديثا، يعني كنت مركزه في الفن فقط، وشاركت في معارض كتير تبع الدوله واكثرها تبع وزاره السياحه والاثار. بنزل المتاحف بالشغل وبعمل ورش عمل وكده، بس انا طبعا طموحي اعلى من كده بشويه. نفسي يكون البراند عالمي مصري مش مصري فقط يعني. طب خدتي اي خطوات لده ولا لسه بتفكري ازاي؟ الخطوه كبيره وطويله، فالواحد محتاج وقته عشان ياخد الاستعداد القوي ليها انه يتصدر حاجه زي دي او يمثل مثلا مصر بره في معارض. محتاجه وقت، خلي بالك انت بتقولي حاجه قعدت معاكي 3 شهور عمل بالظبط جدا. قعدت 3 شهور، يعني انت كم عمل لحد دلوقتي عاملاه من 2017؟ كتير. انا ما عدتهمش بس كتير طبعا، يعني من 2017 احنا دلوقتي. عملت بقى حاجات ليها علاقه بالرياضه والحاجات الفنيه؟ الرياضه الحاجه الوحيده اللي انا عملتها هو شعار النادي الاهلي ومحمد صلاح، لكن طبعا في طابع فرعوني، في طابع مصري اللي هو العادي كلاسيك، في يعني كذا طابع. طب انت يعني شغاله على نفسك بشكل فردي، ولا ممكن مثلا يبقى في تعاون ما بينك وما بين مثلا وزاره الثقافه مثلا؟ هو ده طبعا، او اي جهات معنيه بالفنون بشكل عام. هو انا الى الان بشكل فردي يعني، بس ده طبعا يكون شرف ليا ان انا اكون بتعاون مع وزاره الثقافه او حاجه من الحاجات الموثوق فيها يعني، بس الى الان انا بشكل فردي. عملتي كم معرض ولا ما عملتيش لسه؟ هو انا اشتركت في معارض، لكن معرض باسمي كمعرض خاص هي ما حصلتش غير صدفه في المتحف القبطي، وكنت يعني نازله المعرض في احتفاليه ليهم، كان المعرض كان باسمي انا لوحدي. شايفين انك برضو لوحه تانيه جميله. يعني دي عباره عن التوصيل. بالظبط، عايزاك اقول لك التوصيل منحوتين بعجينه الورق وعليهم الريش بتاعهم ده، هي قصقصه قد كده بالورق متقصقصه. عايز صبر برضو. والباك جراوند طبعا هاند ميد، والشغل بقى كله حاجه هاني مون كده تحسها. هاني مون جدا. هاني مون جدا، حاجه رومانسيه. انت عموما بتختاري ترسمي ايه بناء على ايه؟ يعني بتقرري انت مثلا عايزه ترسمي مثلا منظر طبيعي يعني، او شخصيه عامه، او يعني بتقرري بناء على ايه عايزه ترسمي؟ هو يعني مثلا انا مشيت فتره كان في ترند جدا الصور الافريقي،
يعني كانت طالعه ترند جدا هي إيه؟ السور الافريقي كانت طالعه ترند جدا فعملت تصاميم خاصه ليا بالافريقي بس انا مش بمشي تبع الترند والحاجه يعني اللي انا حاساه بعمله اللي انا شايفاها هعرف اعملها صح وده احسن وانفذها دي الافريقي الله بس دي حلوه جميله دي كمان قوي 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 برافو عليك حلوه جدا الله لا تحفه يا شغلك الحلو يا آلاء بس انت عايزه تصغري اللوجو بتاعك اللوجو يصغر شويه بالظبط يعني وبناتي قوي يعني كيوت بينك بقى وفوشيات وحاجات كده حاولي تصغريهم عشان لو حد عايز يعلق او يشتريها بس كل شغلك جميل حلوه قوي قوي يا كريم وتفاصيل الوش والملامح ميك اب لا 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 ما شاء الله يعني بجد من الفنانين الفيري تالنت كانك درستي يعني كانك درستي فعلا عملت بقى اللي هو الفرعوني كان حورس ونفرتيتي في منها نسخه تانية وفي زي الفرعوني نفسه مش ملكه نفسها وتوت عنخ آمون طب انت بتقولي ان انت مش من محبي الترند قوي مش بتشتغلي بناء عليه او بمجابه لكن في نفس الوقت بعيدا عن الترند السوشيال ميديا ممكن تبقى بشكل عام مفيده جدا بالنسبه لك في التعريف بيكي وفي شغلك في التسويق لاعمالك في فكره ان انت تتواصلي مع معارض دوليه الدنيا دلوقتي بقت اسهل بكتير في هذا الاطار ابلكيشنز معينه بتتملي وبتتواصلي من خلالها مع الجهات المعنيه بالفنون المعارض الفنيه المختلفه بتعملي كده هو حاليا بعمل كده داخل مصر لكن خارج مصر لسه ما اخدتش الخطوه يعني شاركت في معرض تراثنا طبعا واكبر معرض حرف يدويه في الشرق الاوسط بيفتتحه سياده الرئيس بنفسه شاركت في معرض البازار ده كان تبع جهاز تنميه المشروعات طبعا بقى المعارض في معارض خاصه يعني عملتها يعني نزلت فيها تبعها والمعارض بقى اللي هي بتبقى تبع وزاره السياحه والاثار لعلمك الحاجات اللي برضو ليها علاقه بالديكورات والحاجات دي برضو ممكن شغلك يبقى اكيد هو الانتشار عموما بيبقى عن طريق السوشيال ميديا في اي حاجه دلوقتي احنا شغلنا كله سوشيال ميديا سواء بقى اي منصه من المنصات بنحاول ننتشر وننشر الشغل على اي جروبس اي بيجز بتبقى موجوده فبنحاول مين بيشجعك من عندك من البيت هو طبعا والدي ووالدتي هم الاساس اكيد بيتفرجوا يعني. طبعا في اختيارهم يعني معايا ومساندتهم ليا واختي طبعا والاهل والاصدقاء وفي ناس كمان انا ما اعرفهاش على السوشيال ميديا بيقولوا لما بيشوفوا الشغل بالظبط كده هم حد من البيت برضو فنان او تالنتد احنا كل عيله فنانه عيله فنيه بالظبط كل العيله بتشتغل هاند ميد كلهم في الرسم بس ولا لا انا والدي اخ شايب هو اللي بيصمم لي التابلوهات على ايده واختي كروشيه ووالدتي تطريز وقماشة لا الحمد لله العيله من زمان قوي ده هو زي مشروعات الاسر المنتجه كده بالظبط على فكره بالمناسبه دي كمان ممكن هرجع بيكي تاني برضو لتفصيله الاونلاين ان انت ممكن تسوقي فعلا شغلك من خلاله حتى خارج مصر بالاتفاق مع يعني كاريرز معينين او شركات نقل معينه تبعيد والطيران معين الكلام ده موجود انا مش عارف تفاصيله هو إيه. انا بس انت ممكن تبعتي يعني انت مثلا ممكن حد في نيوزيلندا يشتري منك لا طبعا بيشتروا في بيبقى في شحن خارجي موجود متوفر في دول عربيه او ده عالم تاني مش مجرد بالظبط كده في دول عربيه او دول اجنبيه بيبقى في شحن شركات بنتفق معاها شايبنج عشان تنقل لنا الشغل بتاعنا يعني الحمد لله ممكن برضو اللي هو اللاين الفرعوني بتاعك ده تعمليه في الاماكن السياحيه يعني هو لو فعلاً. كلمتي مع حد في الاماكن يعني السياحيه يعني انا الحمد لله ممكن تعملي لهم زي كامبين ليه علاقه بيه انا كنت بنزل شارع المعز لان تبع متحف النسيج قبل ما يتقفل كان بيبقى مطلوب الشغل الفرعوني جدا بالزبط. وفي المتاحف متحف الحضاره ومتحف الاسلامي وغير المتاحف اللي انت بتقول عليها انها وند فعلا مهمه كل الفنادق تقريبا بيبقى فيها بازارات كمان جوه بالظبط فعلا منطقه اللوبي فدي برده يعني مجال لعرض المزيد من اعمالك حلوه بالظبط انت عملتي ايه وبرده اعمال مختلفه دي كتابات في حاجات بتبقى اصعب من حاجات يا الاء طبعا يعني الخط والكتابه بتبقى انا بالنسبه لي اسهل شويه من الشخوص نفسهم بالظبط اسهل شويه من مثلا الفرعوني لان بيبقى حجم معين لازم امشي عليه تلوين معين لو في حاجه بتتلون الطاووس ده خد وقت غير طبيعي في الجسم في البادي بتاعه بس بعيدا عن الشغل اللي حواليه والباك جراوند البادي بتاعه خد وقت كبير جدا ان انا كانت اول تجربه ليا ان انا انحت اساسا حاجه بماتريال بحاول تكون متوفره عندي ف ده كان واخد وقت طويل جدا وزي بتاع النادي الاهلي ده شهور مثلا يعني طب الوقت اللي بتستغرقيه في عمليات الرسم والتجهيز ممكن يتعارض شويه مع شغلك مثلا والله بحاول في الويك اند والاجازات استغلها في الشغل بتاعي يعني بحاول اكون لو في حاجه معينه استغلها
استغل الوقت ده في ان انا انجزها. يعني انت بتشتغلي ايه اصلا في مجال ايه؟ انا في التدريس. في التدريس بالظبط كده. هو التدريس عايز صبر وانت باين عليكي عادي فينفع بالظبط. هو الحقيقه انت عامله حاجه حلوه قوي قابله للتطوير كمان يعني. انا بحاول احط في كل تابلو حتى لو اتعمل طلب مني الاوردر مرتين يبقى التاتش مختلف او ما بعرفش اقرر الحاجه مرتين، بحاول يكون في حاجه زياده، حاجه انا شايفاها بتتطور. دي الخطوات اللي الواحد عندك حاجات مريحه للاعصاب يعني. دي لما بصيت لها دلوقتي تحس انا بحب المناظر الطبيعيه جدا. يعني الوانك حلوه، ما اعرفش في حاجه حلوه ما شاء الله يعني عندك في شغلك بجد. ميرسي جدا، مش بجاملك يعني. طيب الوقت بيجري بس انا حابه برضو يعني قبل ما نختم نفسي ان شاء الله يعني انا شايفه ان انت ما شاء الله فيري تالنتد بجد. ميرسي جدا. نفسي آلاء لما تيجي تنورنا مرة تانية بعد 6 شهور بعد سنة يبقى فيه فرق كبير ويبقى موضوع المبيعات زادت إن شاء الله. هتشتغلي على ده وعندك بلان لده؟ أكيد إن شاء الله. هو ليه نستنى لما آلاء تيجي تنورنا بدل ما آلاء تبعت لنا دعوتين في معرضها الجديد في فرانكفورت مثلا؟ ده يشرفني أكيد. ليه لا؟ ده يشرفني. أي مصري بيعمل شغل وبيمثلك بره وينجح ده كلنا بنبقى سعداء. إن شاء الله الخطوة الجاية بإذن الله. موفقة دايما وسعدنا جدا بوجودك. انا اسعد انا اسعد بتمنى لك كل النجاح والتوفيق. اللهم امين. ميرسي جدا. شكرا جدا يا آلاء، من النماذج المصريه الجميله حقيقي تستحقي كل النجاح باذن الله. هنروح فاصل ونرجع مع حضراتكم للفقره الثانيه، خليكم معانا. نرحب بحضراتكم في هذه الفقره وملفات عديده ومنها ازمات ومشاكل مستمره معانا كل موسم ومنها ازمات ومشاكل بيتم يعني القضاء عليها وايجاد حلول ليها. دوري المحترفين اخيرا مع وضد والاراء المختلفه يعني هنناقش كل ده طبعا والكوره محليا وكمان عالميا. بس خلينا نرحب بضيفنا العزيز جدا كابتن احمد سلامه يعني مهاجم منتخب مصر السابق اللي منورنا وهو في اجازه حاليا لان خلاص بقى بيشتغل في الخارج ونتمنى ليه كل التوفيق طبعا في الخطوه الجديده دي. صباح الفل. صباح الفل. ازي حضرتك؟ منورنا ومشرفنا. اهلا بيك. اهلا. تعالى نبتدي يعني كلامنا معاك برؤيتك للموسم اللي لسه خلصان ده من الدوري، شفته ازاي؟ يعني لو في ايدك ان انت تلخص لنا الدوري ده كان عامل ازاي، وخلي برضو حط في اعتبارك وانت بتجاوبني على السؤال ده فكره ان كان في صراع الهروب من الهبوط طال 7-8 فرق، فده في حد ذاته ممكن يضعف من شكل الدوري من حجم المنافسه اللي في الدوري ولا لا؟ والله بدايه يعني انا يمكن الموسم اللي فات ده موسم المواسم الجيده جدا على المستويات الثلاثه، يعني سواء انهاء البطوله بشكل جيد للنادي الاهلي وبفرق اسابيع عن نهايه الدوري بشكل مباشر، ومنطقه الوسط او الذهبي اللي هو كان بيتنافس عليه الزمالك وفيوتشر وبيراميدز وبعض الانديه اللي كانت تحتهم على طول، زائد الصراع اللي هو زي ما حضرتك قلت اللي هو الهروب من الهبوط يعني. طب. يمكن حرس الحدود وده حاجه بتحزنني جدا ان انا ابن من ابناء نادي حرس الحدود كان خلاص يعني بشكل كبير جدا او بشكل واضح من فتره ان هو خلاص من ضمن الثلاثه اللي نازلين يعني، لكن القبل الاخير والثالث من تحت ده اللي كان عليه شويه صراع اكتر. يعني قدر بعض الانديه بخبراتها وبتعاملها مع المباراه بشكل جيد وبالاستقرار والهدوء قدروا ان هم يخرجوا من دايره الصراع الهبوط ده، وزي الاسماعيلي مثلا، الاسماعيلي لحق نفسه من بدري شويه. كان في برضه بعض الانديه زي البنك الاهلي برضه في الاخر برضه لحق نفسه بشكل كويس، سيراميكا كليوباترا بنفس الشكل. يمكن كان الصراع في الاخر كان الداخليه اسوان اللي هم غزل المحله او يعني الانديه اللي هي نزل منها غزل المحله ونزل منها اسوان. على فكره معظمهم انديه شعبيه وجماهيريه. بالظبط. دي حاجه من الحاجات اللي بتحزننا جدا ان الانديه الشعبيه عماله بتتضاءل وبتقل جدا في الدوري. متعه الدوري ان انت يبقى عندك جمهور للانديه اللي موجوده دي. طبعا. اصبحت الانديه الاكثر في الدوري هي انديه شركات او مؤسسات. يعني ده بيرجع برضو لحاجات او امور اكيد هنتكلم فيها في اللي جاي، لكن انا شايف ان هو الانديه الشعبيه لازم تشتغل على نفسها اكتر من كده، لازم تلاقي موارد، لازم تحضر اكتر، لازم، لان خلاص يعني بقت امر واقع ان انت عندك مؤسسات وعندك استثماري بشكل كبير جدا، يعني في جهات استثماريه كبيره بتتبنى انديه وبتشتري زي بيراميدز ما عمل مع الاسيوطي، زي فيوتشر لما اتعامل مع نجوم المستقبل، زي يعني في حاجات بتحصل فاركو وغيرها. بالظبط. وفاركو والحاجات دي كلها، فلازم الانديه
الشعبيه تلاقي موارد اكتر، تلاقي سياسات مختلفه شويه عن سياسه اللي انا مستني الحاجه تجيلي لحد عندي وبعتمد على ان انا عندي خلفيه جماهيريه كبيره وناس بتدعمني. لا، لازم شغل اكتر، لازم الجمعيه العموميه لما تختار رئيس نادي تختار رئيس نادي عنده حلول وعنده رؤية أكبر وأوسع وعنده خطط للمستقبل بشكل جيد يقدر يتبني عليها أن النادي يستقر بشكل كبير أو بشكل أفضل وأكبر في الدوري الممتاز يعني. لكن لو فضل الأندية الشعبية أو الجماهيرية تختفي واحدة تشتغل بيشتغل بنفس السيستم ده أو بنفس الرؤى والأفكار دي، مستحيل الأندية الشعبية هيكون لها تواجد في الدوري الممتاز الفترة اللي جاية. الفترة اللي جاية فترة صعبة جدا جدا، كلها ضخ أموال كبيرة جدا طبعا. جدا من المستثمرين ومن المؤسسات. فأتمنى أن الأندية الشعبية يقدروا يحافظوا على قيمة وعلى تاريخهم بالضبط، على التاريخ اللي متواجد اللي اتبنى من سنين طويلة يعني. لما أجي أتكلم عن أندية الشركات وانتشارها بشكل كبير في الكرة المصرية والناس ابتدت تقول لك هيمنتها على الكرة المصرية، هل أنا كده بتوقع أن الجماهير والمتعة الجماهيرية للدوري المحلي الدوري المصري الممتاز أو دوري النيل بقى خلينا نقول هتقل بشكل كبير موسم ورا موسم ورا موسم، لأن الأندية الجماهيرية خلاص للأسف الشديد ممكن أن هي يتم يعني القضاء عليها خليني أقول كده، وانتشار أندية الشركات وبالتالي هي أندية غير جماهيرية تماما، فهتلاقي عندك خمس ستة أندية هي اللي ليها جماهير والباقي ما فيش بالظبط. هي دي القصة اللي بنتكلم فيها. هل ده اللي جاي السيناريو القادم؟ ده اللي أنا متخوف منه يعني، أنا متخوف من ده يعني. ده لو تم متعة الكرة في مصر هتقل بشكل كبير جدا. يمكن الفترة اللي فاتت كانت متعة الكرة أن أنت عندك جماهيرية بالذات كمان لما كان في الجمهور بيحضر في المباريات أو في الاستادات، كان بيدي طابع أو انطباع جيد جدا جدا للكرة في مصر، وقد إيه أن الكرة في مصر بيها اهتمام او يعني فيه اهتمام بيها بشكل كبير جدا. صحيح. جدا، وان هي بتدي حاله برضو من الجمهور في المدرج بيدي حاله كويسه جدا. احنا كنا بنلعب ايام ما كنت انا موجود كلاعب، كنا بندخل الملعب في 40 و50 الف متفرج. طبعا. ده بيخليك انت بيبقى ليك استعدادات افضل وباكثر اهميه واكثر بهتم بشكل اكبر وباخد بالي من طبعا. من اكلي ومن شربي ومن نومي ومن عايز اظهر بافضل شكل طول الوقت قدام الجمهور ده كله. فبيدي بينعكس ده على الاداء اللاعبين اثناء المباريات، بتلاقي الجماهير بتدي دوافع طبيعيه جدا جدا وايجابيه جدا جدا طبعا. للاعبين اثناء المباراه. صحيح. ده كله بينعكس على تسويق الدوري بشكل جيد، على ان الناس تتابع، ان الدوري يبقى اقوى. انت في دوريات دلوقتي انت كنت سابقها بكتير بدات تتخطاك، وده يعني ده كمان يعني بينعكس على ان انت القيمه التسويقيه للانديه الجماهيريه ما بتلاقيش دعم كبير، ما بتلاقيش الدوري مش متسوق بشكل كويس. فانا شايف انه لا، الجمهور كان بيفرق معانا جدا، الانديه الشعبيه بتضيف للدوري متعه كبيره جدا جدا، حضور الجماهير ورا الفرق بتاعتها بتدي انطباع جيد طبعا. جدا وبتدي حاله ايجابيه وحاله من الشغف وحاله من الجمال في ده اللي احنا كنا متعودين عليه. يعني جماهير الاتحاد السكندري والاولمبي في اسكندريه، جماهير المصري في بورسعيد، جماهير الاسماعيلي يعني ده اللي كان. طب احنا يعني متفقين ان توالي هبوط الفرق الشعبيه والجماهيريه اكيد بيفقدنا كتير من متعه المشاهده للدوري. طب في المقابل بقى، هل في انديه الشركات اي اضافه انت لمستها في الدوري؟ هل زودت من متعه المشاهده لماتشات الدوري باي شكل؟ تنافسيه اكيد هم بيضيفوا، لانك انت بتروح تجيب نوعيه لعيبه وكواليتي معين. الانديه الجماهيريه دلوقتي ما بقتش قادره تجيب نوعيه لاعب كويس، يمكن هم بيعتمدوا على اللي هو الحشد الجماهيري، وان احنا عندنا جماهير وبتلعب قصاد يعني او بتلعب في ظهر الجمهور طبعا. كبير وداعم ليك ومساند ليك بشكل كبير، لكن ده لوحده مش كفايه في الوقت ده، لازم دعم مادي للعيبه. اللعيبه دلوقتي بقى في العالم كله دلوقتي هيك شايف الناس بتسيب اوروبا وتيجي على الدوري السعودي مقابل اموال، يعني مقابل ان انت بتلاقي ليك مقابل اكبر من اوروبا بكتير. فخلاص دي بقت خلاص يعني، ده الكوره او الاحتراف الفتره اللي جايه هيبقى بالشكل ده. هيبقى عندك الانديه اللي عندها اموال وعندها قدره ماليه كويسه
هي دي اللي هتستمر، هي تجيب نوعيه اللعيبه الكويسه. اما تيجي تبص على فيوتشر تلاقي جايبين معظم اللعيبه لعيبه جيده جدا، تبص على بيراميدز جايبين لعيبه جيده جدا، تبص حتى المنتخب نفسه بقى بيعتمد، او مستر فيتوريا كان بيعتمد دلوقتي اهلي زمالك بيراميدز فيوتشر. يعني هو دلوقتي يعتبر بيبص على الاربعه اللي فوق دلوقتي، هم دول الناس اللي عندهم القدره على ان هم يستقطبوا لعيبه. وزاد دلوقتي ابتدى كمان يدعم من الاهلي ومن فرق ثقيله يعني، زاد بالظبط. وزاد دلوقتي كمان يعني قادم بقوه، هيبقى من ضمن الكبار يعني الفتره اللي جايه، هيبقى في تحدي كبير. كده العداله منقوصه بالظبط، لان احنا بنتكلم على كيانات تجاريه واستثماريه ضخمه عندها قدره انها تعمل نادي وتموله وتدعمه وتطعمه بكل العناصر المطلوبه، لكن في المقابل طب الانديه الغلبانه بقى الجماهيريه، ما للاسف هو ده اللي بنعيط عليها. ما هو ده اللي انا بتكلم فيه دلوقتي، انت لو ما كنتش كرئيس نادي او جماعه عموميه بتختار رئيس نادي عنده افكار وعنده رؤى وعنده سياسات مختلفه شويه عن السياسات القديمه اللي هي ما بتجيبش ما بتضخش اموال او ما بتجيبش، لازم يبقى عنده يسوق المنتج اللي عنده. انت نادي في ظهر الجماهير بالملايين، لازم تسوق الجماهير دي، انت تبقى ليها دافع او ليها عامل عندك في ان انت تسوق النادي بتاعك ده تسويق يليق، او ان انت يعني تبدا يعني تعمل ريبراندنج للفريق بالظبط يعني. هو ده اللي انا قصدي عليه، ان انت لازم يبقى ليك خطوه ايجابيه ان انت تجمع للنادي بتاعك اموال تقدر تجيب لاعبين تقدر تنافس في الدوري، غير كده هتلاقي نفسك انت طول الوقت يعني واقف في دور ان انا اللي مظلوم وانا اللي الدنيا جايه عليا. وانا كابتن احمد خليني اسالك سؤال وجاوبني بشكل صريح ومباشر، سبب فشل الانديه بعض الانديه الجماهيريه هو سوء الإدارة النابع من اختيار يعني أشخاص غير كفء في هذه المراكز؟ بشكل كبير، بشكل كبير أنا شايف إن ده بشكل كبير جدا دول سبب فشل أصلا النادي. بالظبط، لأن أنا شايف إن أنت أولا رئيس النادي بيجي في أي نادي، يعني أنا شايف إن الجمعية العمومية بتجيب رئيس نادي هم شايفوا فيه إن هو ممكن يدير بشكل كويس، والراجل ده بيكون خلفيته الرياضية أصلا مش عالية قوي، يكون بيوفر بيختار كوادر غير بالظبط، فبيبدأ يجيب ناس من صحابه يسندوا معاه في حتة إن هو يجمع لعيبة، إن هو يجيب مدير فني، إن هو يعمل حاجات يعني إزاي أطلع بالفرقة بشكل جيد، فبيبدا يجيب صحابه، وصحابه دول بيجيبوا صحابهم، فتحس ان هم جو عائلي كده جوه النادي، مش جو اللي هو بيفيد النادي بشكل جيد او بشكل مباشر. لا انا شايف ان انا لما بكون عندي رئيس نادي ليه خلفيه رياضيه زي كابتن خطيب، الراجل يعني كان نجم كبير ورمز كبير وايقونه يعني اسطوره من اساطير كره القدم المصريه، حتى لما بيكون ليه اي قرار بياخده هو عنده درايه بيه وعنده وعي وعارف هو بيعمل ايه، عارف هو بيقول ايه، عارف هو راجع يعني ايه تداعيات القرار ده ايه، يعني بخبراته الاداريه وخبراته كلاعب وممارسته ونزل الملعب وحاسس بالمدرب والضغوط اللي عليه وحاسس باللعيبه والضغوط اللي عليها، بيعرف امتى ياخد القرار. فده كل ما يكون عندنا حد بالشكل ده كل ما هتلاقي فيه نجاح مستمر، طول ما هيبقى عندك حد ما عندوش القدره على اداره فريق كره القدم في الانديه الشعبيه صح. تحديدا عمر ما هتلاقي ناتج ايجابي ابدا هيحصل، هتلاقي كلها نواتج او هتلاقي الناتج سلبي طول الوقت او بيدي مردود مش اللي انت محتاجه. خلينا نقف في دردشتنا عند النقطه دي ونستاذنك نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل الكلام. ماشي، حديثنا لسه مستمر مع كابتن احمد سلامه. يعني في ملفات كتيره جدا، معلش بقى نتكلم في اللي احنا كنا بنقوله في الفاصل. ايوه. ربع مليار دولار، هل ممكن حد يرفض هذا المبلغ؟ لا طبعا مبلغ كبير يعني، بس طبعا عقليه اللي بيتم عرض المبلغ ده ويورو كمان مش دولار، خلينا نقول يعني عقليه اللي بيتعرض عليه المبلغ ده عقليه مختلفه تماما. يعني احنا طبعا بنتكلم على محمد صلاح والعرض من طبعا الدوري السعودي اللي كان معانا خبر النهارده انا وكريم، واتحسم هذا الموضوع من وكيل اعماله قال لك احنا لن نقبل حاليا يعني الانتقال للدوري السعودي، احنا مكملين. فبس يعني برضو في وقفه لازم. اكيد الناس مقسومه نصين في مساله الكلام اللي كتب في الفتره الاخيره على انتقال محمد صلاح للدوري، وخصوصا بعد الارقام الفلكيه اللي بتتقال. الناس نصين، نص منهم شايف ان صلاح لا راسي وتقيل حاطط في دماغه خطه معينه وماشي عليها ومش مش هيسيل لعابه انجاز التعبير بالزبط. لاي اغراءات مهما كانت بالزبط. وناس ثانيه وجهه نظر الواحد منهم بيبقى عايز يمسك محمد صلاح يرجه كده فوق صلاح الرقم ده مش هيجي تاني، فاهم قصدي؟ فانت شايف ايه في الموضوع ده؟ والله يعني هو المينتاليتي، يعني هو يمكن قالها محمد صلاح قبل كده
هل المينتاليتي بيفرق؟ العقليه عند اللاعب بتفرق جدا جدا. في لعيب يعني هو دلوقتي برضه في نادي كبير جدا بيحقق انجازات كبيره جدا، النواحي الماليه مش ضعيفه بالنسبه لمحمد صلاح في ليفربول، يعني في حاجات معوضه لما تيجي تحسبها عمليه بالانس او عمليه توازن، هتلاقي اللي محمد صلاح فيه كنجوميه وكشهره وكدعم من كل الناس في انجلترا او في العالم كله، ان هو في مكانه كبيره، هو مش عايز ينزل على المكانه دي دلوقتي. ده لو حسبتها برؤيتك او بنظره التوازن، طب بنظره الوقت اللي فاضل لصلاح في الملاعب عموما قد ايه؟ لو استمر في ليفربول هيحصل ايه في الاخر بالمقارنه باللي هيحصله لو راح الدوري السعودي؟ اوكي تمام، يعني هو مش حاسبها ماديا بس، هو حاسبها ان انا عندي تارجت معين كارقام وكقياسات عايز اوصل لها، انا خلاص قربت ان انا اكون اسطوره من اساطير العالم يعني على مدار التاريخ، فده بفلوس لوحده او ده لوحده بقيمه، يعني هو فيما بعد سنين طويله ويذكر اسم محمد صلاح ان هو في حد قرب من ارقامه او حد تخطى ارقامه او حتى ساوى ارقامه، فدي لوحدها بمبالغ كبيره جدا جدا او بحاجه يعني بتفضل في الذاكره طول الوقت. فمحمد صلاح عنده المينتاليتي بيفرق جدا في حته ان انت طب انا ابص على الفلوس. الحمد لله محمد صلاح يعتبر عامل فلوس كبيره جدا جدا يعني الفتره اللي فاتت، ومن افضل الارقام الماليه اللي موجوده او بس هو رد مدير اعماله برضو ايه، مسك فيه العصايه بالنص، قال لك الموسم ده احنا مش بنفكر، بس صلاح منفتح على العرض صح، ومستني لما يشوف نتيجه التجربه ايه وبعدها يقرر العام المقبل. ده اللي انا بتكلم فيه، ان انت ممكن في الوقت الحالي ما يقدرش يبص او مش حابب ان انا ابص دلوقتي، لان انا شايف ان انا قادر اشتغل في الدوري الانجليزي او في اوروبا اكتر يعني لمده اطول، وما فيهاش مشكله خالص، انت كده كده العرض ده هيفضل يستمر، وبالعكس ده ممكن يتزايد الفتره اللي جايه كمان، يعني ممكن يتزايد الفتره اللي جايه مع ان انت بتلح ان انت عايز تجيب محمد صلاح وهو بيرفض، ممكن الارقام تزيد ويبقى ده يعني ورقه ضغط شويه على الدوري السعودي ان احنا عايزين نجيب حد بقيمه محمد صلاح، يعني هيدي بالذات ان هو ليه شعبيه كبيره جدا مصر. انت عارف الشعب المصري شعب محب جدا للكوره وبيدعم جدا لمحمد صلاح ووراه في كل مكان، وانت بتشوف الانديه المصريه لما بتلعب في السعوديه بتلاقي كم الحضور الجماهيري وكم فانا شايف ان ده هيبقى يعني هم لو دفعوا في المبلغ ده هم عارفين المبلغ ده هيتعوض بشكل كبير جدا جدا. الناس اللي داعمه لمحمد صلاح في كل مكان هتشارك وهتبقى متواجده وهتحضر وهتدعم، فاكيد اللي محمد صلاح بيفكر فيه انا متاكد ان هو بيفكر صح. بدري جدا ان محمد صلاح يجي على الدوري السعودي في فتره زي دي. ممكن واحد زي بنزيما مثلا اوكي تمام، ممكن عامل السن ان هو خلاص بدا يحس انه الفتره اللي جايه في ريال مدريد مش فترته يعني، لكن الفتره اللي جايه بالنسبه لمحمد صلاح في ليفربول هي فتره محمد صلاح. محمد صلاح مستمر بيتمرن بشكل كويس، بيطور بشكل كبير جدا، باصص لنقطه معينه عايز يوصل لها. يمكن بنزيما كانت امنيه حياته ان هو يبقى يعني ياخد البالندور وحصل عليها، وده كان من زي ميسي برضو لما كان امنيه حياته ياخد كاس العالم وخد كاس العالم وخد كوبا امريكا، وبدا ان هو عادي ان انا لو رحت بقى اي مكان تاني ما عنديش مشكله، انا عندي تارجت معين وصلت له وما فيش مشكله بعد كده. لكن محمد صلاح لسه عنده كتير وعنده يعني خطوات كبيره جدا ان شاء الله يوصل لها باذن الله الفتره اللي جايه. طيب خليني برضو انتقل معاك شويه لفكره هنا الكره المصريه. منظومه الكره المصريه اتكلمنا عنها وفي وعود كبيره جدا ان شاء الله هذه المنظومه تكون افضل في المواسم القادمه، والعمل بيبدا من دلوقتي سواء في التحكيم مع بيريرا وغيره. حتى بيريرا انا حاسه ان هو جاي متحمس جدا، يعني كلاتنبرغ سمعنا ان هو عنده اجنده وعنده سي في قوي وكان عنده تجارب ناجحه جدا سواء في السعوديه او في اليونان او غيره، بس بيريرا كمان الحلو عنده والناس علقت على ده الشغف. الراجل قال لك انا بعمل سيستم، بعمل يعني دراسه معينه، والموضوع هيتم القضاء على الاخطاء التحكيميه الفجه اللي موجوده وغيره وغيره من وعود كلنا يعني انبسطنا لما سمعناها. التحكيم وفكره كمان دوري النيل والحديث عن تحسين الملاعب والشاشات والكاميرات والتطوير اللي حاصل كمان في كره القدم، ليه حساك حزين وانا بتكلم؟ مش مصدق اللي بيتقال ولا لا ايه؟ لا لا
ايه رد الفعل ده؟ انت عارضه، انت عارضه الموضوع بشكل ايجابي. بس انا متفائله بصراحه، ان شاء الله خير. ما عندناش اوبشن تاني، طب نعمل ايه؟ انا متفائل جدا برضه، انا متفائل. هنضطر نصدق. انا متفائل. بس قول لنا رايك. انا متفائل جدا جدا بالراجل ده، لانك زي ما حضرتك قلتي انه متحمس جدا، ودي حاجه كويسه وايجابيه جدا ان يبقى حد عنده جاي يشتغل بحب وبشغف. بالظبط. فانا شايف ان هو لا، دي حاجه ايجابيه جدا، ولكن لازم احنا ندعم ده بان احنا برضو نسيبه ياخد قراراته، وياخد صح، يعمل البلان بتاعه بشكل جيد جدا وينفذ بشكل كويس زي ما هو شايف. مش عايزين اي معارضات من اي جهه، سواء انتقادات بقى في النص. بالظبط. يعني انا متاكد ان هو الراجل جاي يصلح ما افسده الماضي يعني. فان شاء الله باذن الله ان احنا هنقدر نشوف الموسم اللي جاي موسم استثنائي بالنسبه للحكام. الراجل برضو باصص ان هو الفتره اللي فاتت دي كان في بعض السلبيات هيتم القضاء عليها، بان هو يعمل دورات تدريبيه او يعني زي حاجات تنشيطيه للحكام طول الوقت. يشوف تقييمات كمان، اتكلم عن التقييمات ويشوف. فدي اعتقد امر جيد جدا. حتى كمان اتكلم على الخبراء القدام اللي موجودين في القنوات، ان هو هيقعد معاهم ويوضح لهم برضو وجهه النظر، عشان يبقى يعني التراك واحد اللي هم ماشيين فيه، ما يبقاش في حد ماشي في اتجاه عكس التاني. فانا شايف ان هو الراجل يعني فاتح ايده لكل الناس، عايز يعمل منظومه كويسه. انت عارفه المنظومه التحكيميه دي من اهم العناصر اللي موجوده في اللعبه، ان هم اللي هم دول اللي بيعملوا العداله، وهم دول اللي بيعملوا حاله التوازن ما بين الانديه يعني. فهي دي حاجه انا شايفها مهمه جدا، ان ملف الحكام ملف خطير جدا جدا وذو اهميه كبيره، ولازم يتم التعامل معاه زي ما حضرتك قلتي بحكمه كبيره جدا، وبالتفاصيل اللي هي لازم يدخل في كل تفصيله، سواء العداله. انا شايف معظم الحكام اللي موجودين حكام جيدين، ولكن بيحصل عليهم ضغوط، فلو رفع من عندهم الضغوط دي اكيد هيحصل حاله كويسه وحاله افضل يعني. خصوصا الحكم المصري يعني مش نايل الثقل الكبيره من الداخل. يعني دايما يبقى في اعتراضات وتخوين وحاجات زي كده بيتعرضوا ليها، او في اخطاء فيه، بس برضو انا لازم ادي الثقه في الحكم بتاعي. لما اجي اقول انا نفسي الحكم المصري يبقى بيحكم دولي بعدد اكبر من كده، بيشارك في بطولات عالميه، علشان اقدر او يقدر هو يحقق ده، لازم داخلين يبقى واخد الثقه اصلا يعني من الجماهير المصريه. بالزبط. وعنده الخبره بعد كده. احنا عندنا كمان السوشيال ميديا صعبه جدا جدا تاثر على اي حد يعني، بالذات ده حكم، ده بني ادم يعني، ممكن تشوه تاريخ بني ادم. بالظبط يعني. صح. كمان بيتاثر بالسوشيال ميديا وبالبوستات اللي بتتعمل والتويتات اللي بتتعمل والحاجات دي كلها، بتفرق معاه جدا جدا. وكمان يعني عنصر الخطا او العامل الخطا ده في التحكيم ده وارد جدا جدا يعني، وارد جدا. بنسبه عالميا مقبوله بنسبة تقريبا 10%، بس مش بتعمد يعني. بس النسبه ال 10% دي ممكن تلاقي مثلا جماهير نادي ما بيضغطوا على الحكم ده بشكل كبير جدا، ده كان فيها دفعه، ده كان فيها شده، ده كان فيها ممكن تعدي يعني، ممكن تعدي على 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 حكام في دوريات كبيره جدا جدا، اعظم من الدوري المصري بكتير، وممكن تعدي عليهم. بس هي بيني وبينك، لكن هنا الاخطاء التحكيميه عندنا غير مسبوقه، ملهاش زي في العالم. حتى كان بولر كان قال لك في تصريح مره، قال لك انا بشوف حاجات هنا بتحصل في التحكيم، بيشوف العجب ما شافهاش في العالم. هو كان ليه تصريح كده. فيعني لا، انا بتحصل انا مع حضرتك 100%. انا مش قصدي ان انا ان هم جيدين جدا لدرجه ان هم ما بيغلطوش، لا انا هم بيغلطوا، بس انا قصدي ان الغلط ده وارد في اماكن كتير. ولكن انا مع ان انا بعطي الثقه واحده في واحده، الدنيا دي بتمشي. لكن انا شايف انه لو وقفنا لكل حكم من الحكام دول على غلطه زي دي او بتاع الكلام ده، انت بتقضي على الـ على الـ على حته التحكيم او الثقه عند الثقه في بالنفس عند الحكم يعني. صح. الحكم نفسه بيتاثر. فانا شايف انه يعني بريرا ده ان شاء الله هيعمل تطوير بشكل جيد جدا للحكام، نتمنى. وده بينعكس طبعا على الدوري، ان هو بيكون افضل، بيكون في عداله اكتر، بيكون في كل واحد بياخد حقه. صح. لو في مشاكل بتحصل لاي نادي ما بتكونش بسبب تحكيم، بسبب القصور عندك انت كنادي، سواء من اداره او سواء من لاعبين او سواء من اجهزه فنيه، ولكن ما يبقاش اللوم طول الوقت على الحكام، او يبقى عندك انت طول الوقت شماعه اسمها الحكم يعني. صح. احنا كنا بنتكلم لغايه دلوقتي على ملف التحكيم، تعال نروح لشويه تفاصيل تانية في منظومه كره القدم. والكام يوم الاخاره كان فيهم كلام كتير عن افكار تم طرحها، ومن ضمنها رجوعا بقى للنقطه اللي كنا بنتكلم فيها من شويه، فكره ان الانديه، انديه الشركات
الغنية هي اللي هترعى الأندية الشعبية اللي جزء كبير منها مهدد بالهبوط. شايف حجم المنطق متحقق يعني لدرجة إيه في الموضوع ده؟ لا أنا شايف كان إنه حصل من الأول بقى. لا لا أنا شايف إنه ده يعني غير منطقي تماما إن أنا أكون يعني أنا شركة أو مؤسسة صاحب فضل على نادي تاني وبدأ وأنا طبعا. وأنت لا لا أنا شايف إن أنت إحنا ممكن نعمل بشكل محترم أو بشكل مختلف شوية أو بفكرة أفضل إن المستثمر اللي يجي نقدر نعمل له شراكة ما بينه وما بين الأندية الشعبية هو اللي يرعاها، لكن ما يكونش نادي هو اللي بيصرف على نادي تاني، يعني هنبقى منافسين بعد كده في لا نادي النادي لا طبعا الشركه بالظبط يعني. لكن انا بتكلم ان انت لا انا ممكن كنادي انا ممكن كنادي او كمستثمر اجي ارعى نادي شعبي اضخ اموال يبقى ليا جوه النادي ده في شراكه ما بينه وما بينه انا هستفاد والنادي يستفاد. غالبا المستثمر هيجي هيبقى عايز يضخ امواله في نادي قائم بالفعل وتقيل بالفعل يعني فاهم قصدي؟ تمام. احنا عندنا يعني مثلا في انديه كانت في الدوري، يعني اسوان دي لو جالها مستثمر كانت ممكن تفضل موجوده في الدوري، عندهم لعيبه كويسه بس كان يقدر ببعض التدعيمات ببعض الامكانيات. كابتن ايمن الرمادي معاهم عمل كم ماتش بالظبط يعني اسوان ده كان يقدر، ونادي جماهيري جدا وبيمثل الجنوب وحاجه يعني انا شايف ان هو لا كان النادي ده محتاج مستثمر، محتاج حد يجي يدعم بشكل كبير جدا، يجيب لعيبه تكون قريبه من لعيبه اللي هي اللي هم المجموعه السته اللي فوق او التوب 6 دول او الناس اللي فوق دول. لا يبقى انت عندك لعيبه، يعني عندك لعيبه قادره تجاري اللعيبه دي وقادره تستمر في الدوري فتره طول. اسوان بينزل وبيطلع طول الوقت، تلاقي غزل المحله بيطلع وينزل طول الوقت، تلاقي ما اعرفش نادي طبعا. انت لو عندك مستثمر او جهه استثماريه معينه بتدعم الانديه دي انا متاكد. انت عندك نادي المنصوره بقاله فتره طويله نزل ما طلعش، عندك نادي الترسانه نزل ما طلعش، عندك نادي الاولمبي نزل ما طلعش بقاله فتره طويله جدا طبعا. لو في مستثمرين الانديه دي وعندهم جماهيريه كبيره جدا وعندهم يعني انت كمستثمر تقدر يعني تستثمر في الجماهيريه طبعا. الكبيره دي هتضخ اموال، هتضخ هتلاقي في مقابل دعم كبير جدا. يعني جالنا من فتره يعني موضوع بيراميدز، موضوع فيوتشر، موضوع زد دلوقتي، موضوع بيجي لك مستثمرين يدخلوا على انديه يخلوا النادي بيولد كبير، يعني هو النادي طبعا. بيتولد كبير وما فيش حاجه اسمها هطلع اقعد سنه ولا بتاع الكلام ده وانزل انام لي سنتين تحت وبعد كده اطلع طبعا. لا خلاص ده نادي بيطلع بيحط رجله اول موسم وبعد كده بيبدا ينافس على البطولات بعد كده هو بينافس لوحده بقى ما فيش حد بيشجع اوكي يعني. تمام انا ده اللي انا قصدي عليه. لو انا دلوقتي جيت كمستثمر وعندي 6-7 مستثمرين مسكوا 6-7 انديه جماهيريه كمان غير الاسماعيلي وغير المصري وغير الاتحاد، هيبقى عندنا على الاقل 9 انديه غير الاهلي والزمالك طبعا، دول يعني قلاع كبيره جدا. فانا شايف ان انت يبقى عندك 10 انديه على الاقل او 11 12 نادي جماهيري، يبقى انت عندك وعندك دوري حلو وعندك دوري قوي وعندك طبعا. ناس بتتابع يعني كل نادي من الانديه الجماهيريه ده وراه ملايين بتابعوه، وراه ملايين مستنيين اخباره، وراه ملايين عايزين يعرفوا ايه الجديد عنه. فانت بتسوق دوري محترم جدا بجماهيريه كبيره جدا لكل نادي، عكس تماما ما انت عندك دلوقتي بيراميدز بيضخ اموال كبيره جدا وبيجيب لعيبه عاليه جدا على كل المستويات، ورغم كده ما فيش حد مهتم باخبار بيراميدز، فيش حد مهتم مثلا باخبار فيوتشر، ما حدش مهتم قوي. لكن تعالى قول مثلا نادي سي درجه ثانيه الاولمبي مثلا، هتبص تلاقي كل عشاق نادي الاولمبي داخلين يعرفوا اخباره رغم ان هو في الدرجه الثانيه او في الثالثه يعتبر على الحسبه الجديده اللي احنا بنشوفها اللي هو المحترفين. هتبقى ازمه يعني وموجوده وهنشوف ايه اللي هيحصل، بس نتمنى في يوم من الايام فعلا يجي مستثمر يبقى مش عايز حاجه غير ان هو يعني يستثمر في الانديه دي وينهض بيهم، وبالتالي هي هتبقى لونج تيرم انفستمنت يعني على المدى الكبير بس مضمون في الاول وفي الاخر. بالظبط يعني. انت بتتعامل مع جماهيريه كبيره اكيد انت الناجح في الاخر يعني. صحيح كابتن احمد يعني الوقت انتهى والاسبوع انتهى والحلقه انتهت، وكنت منورنا طبعا، ونتمنى الافضل باذن الله يعني للكره المصريه في العموم وللنادي الاهلي وغيره، لان اي اصلاح هيكون لاي يعني جزء في الرياضه المصريه تحديدا كره القدم المصريه هتعود بالخير للجميع يعني بما فيهم اكيد النادي الاهلي. نتمنى لك اجازه سعيده وترجع بالسلامه ان شاء الله. دايما بكون سعيد مع حضراتكم. ده مكانك دايما دايما والله. ربنا يخليك، متشكر جدا. شكرا جزيلا، وبنشكر حضراتكم على المتابعه ونشوفكم على خير يوم الاحد الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.